من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيادي ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في بلبنان وبالعالم وحلقة جديدة بموضوعية. إنه الأسبوع المغلف بالأسئلة المحلية والإقليمية الصعبة والمعقدة. ففي لبنان تشكلت حكومة المئة يوم مبدئيا بعد مخاض استمر 310 أيام. فلماذا هذا التوقيت في التشكيل الذي بدا في لحظة وكأنه أضحى مستحيلا؟ ومن ربح ومن خسر في التشكيلة الحكومية؟ وهل التوافق على الحكومة يجعل التوافق على رئاسة الجمهورية أسهل أم يؤكد نظرية القائلين إن هذه الحكومة لم تتشكل قبل انتخابات الرئاسة بقليل إلا لأن مهمة كبيرة تنتظرها وتتمثل في إدارة الفراغ الرئاسي؟ ومن السياسة إلى الأمن، فماذا يعني استمرار التفجيرات والعمليات الانتحارية؟ وهل سيارة حام وخطاب السيد حسن نصر أمس يؤشران إلى أن المعركة بين الحزب والتكفيريين لن تنتهي لا في سوريا ولا في لبنان طالما أن الحزب يعتبرها حرب وجود؟ وفي سوريا ماذا يعني سقوط الحل في جنيف 2؟ وهل سنكون في النتيجة أمام جنيف 3 لكن بعد فترة وانطلاقا مما سيحصل على الأرض من تطورات عسكرية وميدانية؟ أخيرا ماذا يحصل في الإقليم؟ فمن العراق المفدرل إلى ليبيا المضطربة إلى اليمن غير المستقر إلى السعودية القلقة إلى مصر الباحثة عن رئيس إلى إيران المنتظرة نتائج تفاهمها مع العالم الغربي، منطقة قلقة تعيش على خطي الاضطرابات والزلازل. فإلى متى ستعيش هذا الواقع؟ وهل صحيح أننا على مفترق طرق في المنطقة كلها، فإما تسوية كبيرة متكاملة وإما انفجار كبير؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها الليلة مع ضيفينا، المهندس فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني ومنتدى الحوار الوطني والمسؤول في عدة مراكز ومؤسسات إقليمية ودولية للدراسات، والمحاضر أيضا في منتديات عالمية حول السياسات الشرق أوسطية والدولية. وأيضا معنا في الاستوديو الأستاذ سركيس نعوم الصحافي والكاتب السياسي في جريدة النهار والعائد اليوم من سفرتين، الأولى إلى العراق والثانية إلى المملكة العربية السعودية. ونشير إلى أننا سنكون في سياق الحلقة مع أسئلتكم ومداخلاتكم عبر تويتر وفيسبوك، إضافة إلى الاتصالات الهاتفية المباشرة، كما سنكون في اتصال هاتفي مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ رشيد درباز. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء النور. مساء الخير أستاذ سركيس. النور. والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني لأنك واصل الساعة 5 بعد الظهر أو 5:30 مثل ما عرفنا. شكرا. الله يسلمك أستاذ فؤاد. رح أبدأ معك انطلاقا من يعني المقالات يلي تنشرها ويلي بتبشر فيها دائما بالمصارحة والمصالحة والحوار والاعتدال وكل هذا إذا بدنا نقول المفاهيم المعتدلة إذا أمكن القول. هل برأيك هذه الحكومة اليوم تمثل هذا النهج المصارحة المصالحة الحوار والاعتدال؟ بعتقد هالشيء لأنه اليوم إذا منشوف هالتركيبة اللي ركبت كان مفروض تركب من 3 سنين. يعني نحن لو تخطينا مرحلة 3 سنوات بوزارة الرئيس مئاتي ووصلنا لهالنوع من المصارحة اللي موجود فيها، بعتقد ما كان لبنان قدرنا ودفعنا ثمن غالي لما يحصل بسوريا. واضح انه كان في هناك فريق يعتقد انه لازم الانتظار شو رح يصير بسوريا، اذا سقط الاسد ساعتها في فريق ما بيربح واذا نجح الاسد في فريق تاني. هالثلاث سنين مرقنا نحن بوقت فراغ كامل بهالموضوع فيها. اليوم واضح انه في تغيرات مثل ما تفضلت بالمقدمه تبعك عم تحكي على هل يا ترى في اتفاق ايراني غربي، هل يا ترى في هناك مصالحة في جنيف 2 في جنيف 3؟ ما في شك أنه اليوم الأمور رايحة باتجاه أكثر أنه للتهدئة. كل السفراء الأجانب يلي حكينا معهم بيقولوا لك أهم شيء
الاستقرار بلبنان. هذا لا يعني انه رح يتدخلوا لمصلحه الطرف على طرف مثل ما كان بالماضي يصير، بس اليوم اذا نحن اللبنانيين رينا هالصوره الكبيره انه الهدف هو استقرار لبنان، لازم نعطي وقت لهالحكومه تتمشي. لانه اليوم يعني برايك هي متناغمه مع لحظه اقليميه معينه، يعني نوعا ما التهدئة على الأقل على صعيد الملفين، يعني ملف الكيماوي السوري وملف النووي الإيراني، وبالتالي انطلاقا من هون حصل هذا الأمر في لبنان؟ طبعا، لأنه لما إجا وزير الخارجية الإيراني ظريف على لبنان شفنا بوادر أنه حلحلي بهديك المرحلة، بعدين فجأة تمت التعقيدات. التعقيدات واضح أنه منه مطلب خارجي، كان أكتب عملية بزارات داخلية. لبنان لسوء الحظ من 1840 لليوم نحن بلد التسويات. شو ما عملنا وين ما رحنا وين ما جينا نوصل للتسويات، وهيدي كمان تسوية إن شاء الله تكون هالمرة تسوية شوي طويلة المدى حتى نقطع المرحلة اللي مرين فيها. أستاذ سركيس، هل تعتقد حقيقة أنه نحن أمام تسوية أو مثل ما بيقول البعض أمام ربط نزاع؟ يعني حتى هذه الحكومة البعض بسميها حكومة ربط نزاع لا أكثر ولا أقل. أنا بعتقد أنا ميال لتسمية حكومة ربط نزاع. بعدين أنه ليست حكومة مصالح وليست حكومة اعتدال، لأنه الاشتباك قائم، ولأنه الفريقين كل واحد متشدد بموقفه وكل واحد عم يوصف الثاني بالتطرف، وبالتالي مصارحة بتمنى أنه تصير حكومة مصارحة، لأنه إذا صارت حكومة مصارحة بصير شوي أكثر من فض اشتباك، بصير في إمكانية أنه هذه المصارحة أن تؤدي في وقت بعيد إلى مصالحة، ولكن ممكن تنعكس هدوء شوي على الوضع الأمني وعلى خدمات لحياة الناس ومعيشة الناس. لذلك حتى الآن ليست حكومة مصالحة، ليست حكومة اعتدال، لأنه رغم أنه في فريق بسمي حاله أنه نحن الاعتدال السني، ولكن بنهاية الأمر اللي يمثلون الاعتدال السني هن صخور هذا الفريق، وبالتالي في مناخ مذهبي وطائفي بالبلد. بهالمناخ المذهبي رغم أنه الفريق اللي هو تيار المستقبل يرفض التطرف والعمليات الإرهابية وكل هذه الأمور، ولكن بنفس الوقت يرفض هذه العمليات، ولكن نظرته إلى الفريق الآخر قد لا تختلف عن نظرة الآخرين تماما، مثل الناس اللي مع فريق 8 أدار وحزب الله والفريق الشيعي بشكل عام. لذلك الآن لا اعتدال في الحكومة، لا مصالحة، احتمال المصارحة ممكن إن شاء الله يصير، ربط نزاع. مشان هيك ما بنقدر نقول من هلأ شو بده يطلع من هاي الحكومة أو شو بيكون مصيره. يعني حكي عن قضية الاعتدال السني، وبنعرف انه هالموضوع انه محبب الى قلبك، عم بيقول بس يلي موجودين بالحكومة اليوم هم من الصقور، هل هذا يعني انه حتى الاعتدال السني لم يتمثل كما يجب في هذه الحكومة؟ طبعا، لانه نحن اليوم العنوان العريض بالمنطقة ابتداء من امريكا وصولا للخليج كلياته بيقول لك انه حرب على الارهاب. الارهاب لسوء الحظ يلي اليوم فايتين بهالخانة الإرهاب هن المتطرفين السنة. كنا نحن منتوقع من الحكومة الماضية يلي كانت موجودة انه تاخد على عاتقها مواجهة الإرهاب، لانه اليوم لما بيكون في عندي وزير داخلية ماروني او وزير عدل كاثوليك او شيعي او يلي هو، اي محاولة لمواجهة الإرهاب بهالمرحلة تنحط بخانة المذهبية والطائفية. اليوم مع انه الصقور تبول تيار المستقبل موجودين، يعني كان اللواء وتحديدا بالداخليه وبالعرب والاستاذ نهاد مجنون، انا بعتقد خلينا نفرجي فعليا قديش هن مقتنعين بحربهم على الارهاب. يعني اليوم في كتير كلام عم نسمعه الاعتدال وضد الارهاب وكله، اليوم في فرصه هالاعتدال السني يلي عم يطالب فيه تيار المستقبل، خلينا نشوفه بالممارسه بصقور تيار المستقبل، هل يا ترى يمكن مواجهه الارهاب؟ لانه انهار الطائفه السنيه الكريمه، اذا وصلنا نحن فرجي مضبوط الاعتدال، والاعتدال اليوم لسوء الحظ انك تكون ضد التطرف، اوكي، اذا قادرين ينجحوا فيه انا بعتقد هذا ساعتها بكون في فعليا صار في وحده عند الطائفه السنيه لمواجهه الارهاب. بس اذا كان رح نرجع نفوت مثل ما صار بالحكومه الماضيه عمليه مسايره انه هو لسنة ما لازم ندفش فيه هون، وهيدا بالاخر متهم، بس خلينا نشوف اذا متهم اقل او اكثر، انا بعتقد رح نضلنا محل ما كنا. وبرايك يعني المسار
ينبئ بتحسن أو كمان على الطريقة اللبنانية، يعني بنوع من أنواع اللفلفة على الصعيد هيدا. اليوم يلي سمعناه هالمواقف المتشددة يلي طلعت من وزير الداخلية ولا والوزير العدل بفرجي أنه هناك موقف جدي لعملية التعاطي. الاختبار صف قريب، يعني اليوم هالحكومة الميتية على الموضوع، صح على الموضوع. هلا في عنا البيان الوزاري، هل يكون رح يكون هذا عنوان أساسي بالبيان الوزاري؟ إذا صار العنوان الأساسي رح يكون في عنا إمكانيات لمواجهة الإرهاب؟ إذا قدرنا بعتقد ماشيين على الخطة الصح. طيب على كل حال ما دامنا عم نحكي عن الحكومة، صرنا كما يبدو بالاتصال مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ رشيد درباس. مساء الخير معالي الوزير ومبروك. مساء الخير أستاذ وليد، شكرا. ومساء الخير أستاذ فؤاد والأخ سركيس، مساء النور ومبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك والله يوفقك. الله يطول عمرك. شكرا أستاذ فؤاد، ميرسي. يعني معالي الوزير رح ننطلق معك من حيث انتهينا مع الأستاذ فؤاد فيما يتعلق بموضوع محاربة الإرهاب. برأيك فيما يتعلق بالبيان الوزاري المنتظر، هل رح يكون هذا الموضوع هو في قائمة الأولويات الموضوعة؟ يعني أنا ما فيني استبق الأمور لأنه بكرة مجلس الوزراء وبكرة بده ينبحث شو النقاط الأساسية اللي بدها تورد بالبيان. وطبعا يعني بدون ما نحن نكون عم نتكهن، النقاط الأساسية حتكون هي الأمور الملحة المطروحة. ولكن يعني في نوع من التعقيب على الحوار اللي استمعت له من البداية، نعم. خصوصا كلام الأستاذ سركيس أنه هذه منها حكومة مصالحة أو يمكن تكون حكومة مصالحة. يمكن أنا أقول هذا مكان للمطارحات كمان، أنه كل واحد بيحط الأطروحة تبعه. أنا بدي أبتدي من نقطة واحدة. امبارح سألوني هي المطارحات مع الوزير، يمكن كمان يعني تستعمل مطارحة الغرام أوقات. هلا أنا من من قضية أطاريح جماعية. أنا استعملت استعمل الكلمة أول شيء. إذا كان مش مطارحات غرام، على الأقل بنوقف مطارحات القتال ومطارحات الشتائم والسباب وعدم الثقة المتبادل. أنا بدي أقول لك شيء. بعتقد أنا في حدا سألني امبارح بالتلفزيون أنه ما هي كلمة السر التي أعطيت حتى شكلت هذه الحكومة، فأنا أجبت أنه كلمة السر كان اسمها الخطر. استشعر كل الأفرقاء بالخطر، فكان لابد من تشكيل الحكومة. أنا بقول لك شيء، أنه نحن مش ضروري نبتدي نوصلنا لاقتناعات و يعني تفاهمات، بس نحن لازم نكون أكيد من حالة الإحساس الداهم بخطر. يمكن إذا وقع ما بقى في حدا يقدر يلمه، بيضطروا الناس أنه يرجعوا يروحوا يدوروا على مكان للمصارحات والمطارحات. الأستاذ سركيس قال أنه هي ربط نزاع، وأنا برأيي ربط النزاع بيبتدي مشان يوصل لتسوية. أنا ما بدي أتفائل كتير، بس بدي كمان أقول أنه هذه بداية لكي نبحث عن حل. هي نقطة. النقطة الثانية، أنا بدي أقول أنه كلمة الاعتدال السني، رح أقول شيء يمكن جديد علينا أو ما كتير حدا عم يقوله. نعم. الاعتدال السني مش كرم أخلاق من الناس المعتدلين. الاعتدال السني هو مصلحة للسنة أماكن وجودهم، لأنه إذا سادت الفوضى وساد الإرهاب مين عم يتأثر؟ طيب يعني احنا قلنا بمدينة طرابلس، المدينة الصغر اللي على البحر اللي فاتح على الموج وفاتح على السفن وفاتح على الأفكار واللي له تاريخ عريق بالتعايش، نحن مبسوطين كتير انه 19 جولة وهلأ بالآخر صار بيطلعوا لنا بالمتطرفين اللي عم يجوا يحاولوا يعلنوا دولة مشبوهة ودولة مشوهة بطرابلس. نحن قلنا مصلحة، الاعتدال مصلحة للسني طبعا لكل لبنان. فأنا لذلك بقول انه هذه بداية جيدة. وفي بداية تانية خليني انتبه لها، لأول مرة اللي امبارح سمع بدقة لخطاب السيد حسن، هو عم يحذر تيار المستقبل انه هذا الارهاب اذا كان استمر هذا شو بده، يعني بده يجي بالاخر ياخذكم محلكم. انا استنتجت من هذا الكلام انه السيد حسن عم يقول انه هذا الفريق السياسي منه بيئة حاضنة. طيب هذه بداية جيدة، في تراجع عن كلمة البيئة الحاضنة إلى التحذير أنه حذاري من هذا الخطر الدهم. هذا الخطر الدهم بيبتدي هو عند السنة أو بالمدن السنية أو بأماكن التجمعات السنية، بس هذا ما بيعود له حدود. هذا دائما الإرهاب والجريمة والفوضى ما بتعترف بالحدود الموجودة لا بين الطوائف ولا بين المحافظات ولا بين الدول، تتخطى لكل محل. مع الوزير مدام يعني حكيت كمان عن موضوع خطاب السيد حسن نصر الله، بس كمان كان لافت فيه التأكيد على مفهوم الحرب الاستباقية، حتى هو سماها قال إنه سموها مثل ما بدكم، بس حكي عن حرب استباقية وكأنه أكد
بكل وضوح وصراحة أن الحزب باق في سوريا، وهالأمر يتعارض مثل ما بنعرف يعني مع كل إذا بدنا نقول الخطاب السياسي لتيار المستقبل ولكل قوى الرابع عشر من أذار. هل إصرار هيدا إصرار حزب الله ألا يمكن أن يؤدي إلى نوع من أنواع تجدد النزاع، ما دام استعملنا عبارة ربط النزاع، تجدد النزاع لكن داخل مجلس الوزراء وحتى داخل لجنة صياغة البيان الوزاري هذه المرة؟ يعني أنا برأيي إذا بده يجدد الصراع بمجلس الوزراء أو بالبيان الوزاري ما كان في زملة حكومة جديدة. اللي صار إنه هذه الحكومة الجديدة إذا بدنا نأخذ منها إنه إذا حدا بيصدق إنه هي عبارة عن برشامة شربناها وخدنا وراها كباية مي وصار الحالة ممتازة، بيكون يعني طبعا عم يبالغ. نحن بحالة أخرى، نحن في بحالة إنه في ناس كانوا رافضين بعضهم كليا حيقعدوا على طاولة. أنا ما بدي استبق الأمور، ولكن أنا شخصيا بحس أنه هذا الذهاب إلى الطاولة سيؤدي إلى ورقة مشتركة. هذه الورقة المشتركة مش نابعة من لا من مبادئ ولا من قيم ولا شيء، نابعة من الخطر الداهم يلي بدنا نبتدي تدريجيا نحط حدود ونحط سدود بوجه استشراء وتفشي. هذا الكلام قد يكون يعني ينطوي على بعض من التفاؤل المفرط، ولكن انا الحقيقه ماني مفرط بالتفاؤل بقدر ما اني بدي اقول الشيء اللي خلى الناس المختلفين مع بعضهم يتوصلوا الى تشكيل حكومه بعد صراع عنيف على كل شيء من اصغر الوزارات لاكبر الوزارات ومن الاشخاص بذاتهم وتغييرهم، بعد ما قدروا يتخطوا هذه العقبه ويوصلوا، هدول مش رايحين حتى يرجعوا يختلفوا ويخترعوا حلبة جديدة اسمها البيان الوزاري ويرجعوا يتقاتلوا فيه. أنا رأيي باختصار إنه مجلس الوزراء الآن هو مثل ما قلت مكان للمصارحات والمطارحات وليس حلبة للملاكمة، على الأقل يعني طالما في حكي عن الصقور والحمائم وكذا، أنا شخصيا ماني جاهز لا أني صارع ولا أني لاكم ولا أني حتى أنقر بصفتي إني أنا مش صقر يعني. طيب سؤال أخير، لأنه كتير ناس عم يطرحوا يعني ما بيتعلق فقط فيك وإنما بمعظم وزراء فريق الرابع عشر من أزار، إنه هل عندكم حقيقة حرية الحركة لحتى تروحوا بأوقات محددة وبمواقيت معينة إلى مجلس الوزراء، إلى اجتماعات اللجان الوزارية، إلى قصب عبدة، إلى السراي الكبير؟ أنا رح جاوبك أستاذ وليد. نعم. من الشيء اللي أنا يعني سمعته شخصيا وحكيت فيه مطولا مع دولة الرئيس تمام بيك، واللي حكيته كمان مع الرئيس فؤاد السنيورة، واللي حكيته كمان مع الرئيس سعد الحريري، كلهم قالوا كلام إنه هذا فريق للعمل، إنه هذا الفريق منه رايح يقاتل. هلا ما حدا يوقف عند الصفات الشخصية لكل واحد وعلى طريقة لهجته. في قرار اتخذ، أخذوا سعد الحريري على باب محكمة لاهاي بعد ما شاف أبوه وقد أعيد إحياؤه لفترة لحظات ثم نسف باثنين طن من الديناميت. هذا الرجل وبالرغم من تأثير الموقف على قلبه وعلى ضميره وعلى ضمير جماهيره كان له من الشجاعة والقدرة أنه يوقف يقول أنا جاهز للتفاهم. اللي جاهز للتفاهم منو رايح ليحارب؟ كان بدل عم يحارب من خارج مجلس الوزراء مش من داخله. لا طبعا، بس أنا بقول كمان شيء، أنا عم بسألك عن وضعكم الأمني، هل يسمح لكم حقيقة بالتنقل وبحرية التحرك؟ أستاذ وليد، أنا بالحقيقة في من وقت اللي صدرت المراسيم وعم بسمع نغمة مثل حدا بده يدب لي الرعب بقلبي انه انتبه على حالك، انتبه على حالك. انا ما معي حارس، ما معي مرافقة، انا معي سائق فقط لانه ما فيني سوق لوحدي، ورغم ذلك انا ماني حاسس باي خطر، وبظني انا هذه لحظة يعني يجدر فيها الحذر. ولكن لما بنكون نحن، خليني اقول شيء مهم، الحالة الامنية علاجها كيف يبتدئ؟ يبتدئ بشبكة امان سياسية. لما بيكون عندك شبكة أمان سياسية بيجي دور القوى الأمنية والأمور الفنية، أما لو أنت عندك سكوتلاند يارد وأنت ما عندك شبكة أمان سياسية كله بده يفشل. الفوضى والإرهاب يتسرب من خلال التهتك السياسي. لما أنت بتحاول ترمم هذا التهتك السياسي بتكون على البداية على الطريق. أنا لا أقول أن هذه الحكومة ستشترح المعجزات، هذه حكومة عمرها كعمر الورود إن شاء الله يدل لها عطر بعد ما بتروح. كلها شهرين ثلاثة. إذا أنجزت هذه الحكومة انتقال آمن لرئاسة الجمهورية، إذا أنجزت مشروع قانون انتخابي حديث ومتطور ويمثل حقا للبنانيين، بتكون قامت بمهمتها أحسن قيام. لكن رغم ذلك أنا بقول أنه
انه هذه الحكومة اذا بدها تجي بمهمة الصدام وزيادة الفوضى ما كان اللزوم خالص خالص. وانا يمكن بطلع على حالي انه انا ما لي لزوم ومهام محلي ما بيكون لي شغل. معالي وزير الشؤون الاجتماعية الاستاذ رشيد درباس، بدي اتشكرك على هذه المداخلة التليفونية، وطبعا مع التمني بانه يكون لنا معك لقاء مطول بهالستوديو باقرب فرصة ممكنة. استاذ فؤاد، شو تعليقك على اللي قاله بالنسبه الى شبكه الامان السياسيه؟ هل انت مرتاح حقيقه الى انه صار عندنا شبكه امان سياسيه؟ وشو اللي تغير؟ ناس عم تسال انه بين اغتيال الوزير محمد شطح واليوم شو اللي تغير؟ كيف انه بيجي هيك بتهبط بالباراشوت اذا امكن القول شبكه امان سياسيه وامنيه؟ انا رايي انه لازم ننتظر للبيان الوزاري. اليوم اذا في قرار بانه يكون في بيان وزاري مثل ما تفضل معالي للتحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية، يمكن بيكون لكن هناك في الغطاء السياسي اللي كان مفقود آخر مدة 3 سنوات. يعني كل ما كان في المجلس الأمن يجتمع ويروح على الجيش، نبعث الجيش مشان يفك الاشتباك أو بالآخر يحارب الإرهاب، كان في دائما في قطبة مخفية بمحل ما على عملية الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية. يلي بسمعه من معالي الوزير وان شاء الله يكون فهمته صح، انه ما لازم يكون في اشكال بالبيان الوزاري. اذا ما في اشكال بالبيان الوزاري اكيد موضوع مكافحه الارهاب لازم يكون من البنود الاساسيه بالبيان الوزاري. اذا صارت هالموضوع لكن في قرار جماعي بالوزاره لاعطاء الغطاء السياسي للتحرك الامني، هون بتكون تخطينا، لانه يعني كان عم بذكر بالماضي اذا كان في ارهابيين سنه وإذا كان في وزير غير سنة أو جهاز أمني غير سنة بدأت تتدخل تمذهب بشكل، والعكس صحيح، يعني عم بحكي على كل الطوائف والمذاهب. اليوم في عنا إمكانية أن نفرجي أنه هناك غطاء سياسي، إن شاء الله يكون كلامه صح ونحن بندعم هالحكومة إذا كان في قرار وزاري لإعطاء الغطاء السياسي. على كل حال رح نرجع نحكي معك بالتفصيل حول موضوع البيان الوزاري، بس قبل بدي أسألك أستاذ سركيز، بموازين الربح والخسارة عم نرجع على التشكيل الحكومية، من ربح ومن خسر في هذه التشكيلة الحكومية؟ قبل ما جاوبك على السؤال بس بدي أقول شغلتين. يلا. أنه الوزير الصديق رشيد درباس كان يجب أن يكون وزير خارجية، لأنه بكلامه أظهر دبلوماسية فائقة وحرص وقدرة على تدوير الزوايا وعلى إلقاء الضوء على الأماكن المظلمة جدا ويبين أنه هي غير مظلمة فيها نور. الشغلة الثانية حتى لا يفهم من كلامنا أنه نحن ضد الحكومة، أنا مع الحكومة، لأنه هذه الحكومة أولا فيها فريقين، الصراع الأساسي 8 و14 أذار. ثانيا مش انه بس في صقور من 14 اذار، بس جماعه 8 اذار كلهم صقور، يعني حزب الله شو صقور ولا حمائم يعني. وبالتالي هيدي حكومه بتمثل كل العالم، طبعا الدكتور جعجع والقوات خارجه، ولكن هذا ما بيعني انه الفريق المسيحي اللي ب 14 مش موجود، بالاخر كلهم موجودين، والدكتور جعجع كمان يتمثل بحلفائه المسلمين. هذه الحكومه ما فيك تعطيها اكثر شبكة أمان، شبكة أمان عظيم، أطراف الحكومة هن جزء من صراع إقليمي وهن مش بس مسؤولين عن حالهم، وأحياناً كثير القرارات تبعيتهم مع الاحترام الشديد لهم كلهم ليست قرارات ذاتية، لما تكون أنت جزء من مشروع أكبر أطرافه دول وأنت مجموعات أو طائفة أو مذهب أو جزء من طائفة أو جزء من أهم مذهب، لا يمكن أن تملك حريتك كاملة بالقرار، وبالتالي أنت بتصير مضطر تنفذ. ولذلك هي قصة نحن مربوطين بهذا الصراع الإقليمي والإقليمي الدوري الدائر. ثائبت بهذه المرحلة إجا الإرهاب عم يستشري، الوضع السوري كمان عم يستشري، الحوار الأمريكي الإيراني ماشي، صار في مصلحة إقليمية سعودية من جهة، إيرانية من جهة تانية، أمريكية من جهة ثالثة، أوروبية من جهة رابعة، إنه هذا لبنان نحن ما مش مهم لإلنا يعني بحد ذاته، ولكن ما بدنا إياه يتفجر. ما في، إذا تفجر ما رح نعمل شيء لنمنع تفجيره، ولكن يجب أن لا يتفجر، هيدي مهمة أبنائه، فكلهم عطيوا ضوء أصفر. اشتغلوا، يعني السعودي ما عطى ضوء اخضر، الامريكي ما عطى، كله عم يشتغل، عملوا الحكومه، لما لقيوا انه الحكومه او ما بنمانع بهذا الشكل الحكومة. صاروا كلهم عاطيين ضوء اخضر.
هذه الحكومة تشكلت بسبب فشل أو شعور، لأن بعد ما وصل لمرحلة الطرفين الإقليميين الكبار بالصراع الدائر شعورهم أنه كل واحد مزروق بمحل، وبالتالي هاي الزركة انعكست على أطراف الصراع بالداخل. من ميل الفريق السني الأكبر المعتدل عم بيلاقي حاله محشور، عم ينجر غصبا عنه من قبل المتطرفين، وبالتالي هن دعاة اعتدال حقيقة، ولكن عم ينجروا بسبب المشاعر وكل ما يجري من مشاكل. بنفس الوقت الفريق الآخر يعني فريق حزب الله الفريق الشيعي كمان عم يشعر أنه هذا فريق بالنهاية متورط في سوريا. طبعا هو ما بيعتبر حاله متورط، ولكن يقال أنه متورط في سوريا، وفي ناس عم تحاول تورطه بصراع في لبنان. والسني المعتدل ما بده يعمل مشكل مع الشيعي، والشيعي الصقر ما بده يعمل مشكل مع السني المعتدل، وإن كان كل واحد منهم متمسك بمشروعه وبالأجندة تبعيته. فلذلك هاي الحكومة أهميتها، ولو سميناها ربط نزاع، بيطارحوا الغرام بيتصارحوا ما في مشكلة، ولكن المهم يوصلوا الناس لحد أدنى من الهدوء. أما أني أجي أقول أنا أنه هذه الحكومة ستوقف الإرهاب، هذا أمر صعب، لأن الحكومات المستقرة بالدول المستقرة ما فيها توقف الإرهاب. أهم شيء أن البيئات الحاضنة، الحاضنة مش بمعنى عم تدعم، ولكن المتعاطفة بالمعنى المعنوي والسياسي، أن هذه الفئات شوي تروق على حالها لحتى ما يعودوا الإرهابيين من كل الأجناس والطوائف والمذاهب قادرين يمارسوا مهماتهم بالسهولة اللي كانوا عم يمارسوا فيها. أوكي. أما برجع على سؤالك، مين ربح ومين خسر؟ مين ربح ومين خسر؟ أنا بعتقد لبنان ربح مؤقتا بهذه الحكومة. مجرد جمع هؤلاء الناس كلهم المتقاتلين خارج الحكومة وداخل الحكومة، مجرد جمعهم بحكومة، هذا أمر يجب أن نرحب به، خصوصا أنه يعني نظريا إذا بدنا نقعد نحط مين ربح ومين خسر، الرئيس تمام سلام ربح، يعني حكي بالثمانية وحكي بالمداورة، الثلاث ثمانيات حصلت، يعني المداورة حصلت إنه في تسعة ثمانية سبعة، في تسعتين تسعة بتسعة بستة. مين التسعتين؟ ما رح سمي التسعتين لأنه ما بدي أجرح حدا. لا وزير ملك؟ ما بدي أجرح وزير. في وزيرين ملكين كان في وزير ملك واحد بعتقد رجعوا انتبهوا في أحد الوزراء الأصدقاء اللي محسوب على رئيس الجمهورية أو حسب على رئيس الجمهورية، هو محسوب على فريق 14 أدار. طيب. خلي يقولوا لا، يعني لما يقولوا لا منحط الأسماء. طيب يعني أنه بالنتيجة ما عندك 8-8-8، هون ما نجح إذن رئيس سلام بلبنان، ما فيك تعمل والمداورة سقطت بأربع محلات بلبنان، ما فيك تعمل نجاح كامل أستاذ ولي. نجح جزئيا تمام سلام، نجحوا جزئيا حزب الله مش كاملا مثل ما قال السيد حسن امبارح، نجحوا جزئيا فريق ال 14 وتيار المستقبل، نجح رئيس جمهورية. يمكن النجاح الأكبر لرئيس جمهورية أنه أول شيء كان مضطر يعمل حكومة أمر واقع أو حيادية يستقيل منها فريق من اللبنانيين، وبالتالي بتصفي حكومة بطراء وما بتقدر تكفي، أو يقعد بلا حكومة ويخلي الحكومة الحالية المستقيلة المصرفة للأعمال. بالآخر رجع قدر يعني استغل الظروف واستغل الوضع الإقليمي وحشرت كل الأطراف الموجودين وطلع هذه الحكومة. طيب أستاذ فؤاد، السؤال كمان يلي عم يطرحوه اليوم كل الناس وكل يلي عم بيراقبوا الوضع السياسي، إنه هل هالحكومة هي حقيقة حكومة المئة يوم؟ يعني رح تقدر بالنتيجة تستقيل ب 25 أيار تاريخ انتهاء العهد الرئاسي للرئيس بشار سليمان، أو هي أكثر من هيك، هي حكومة إدارة الفراغ الرئاسي؟ لأنه إذا كان تشكيل حكومة استلزم من اللبنانيين 10 أشهر و10 أيام، ده بده يستلزم التوصل إلى رئيس للبنانيين. كل المعطيات الإقليمية والدولية بتقول يجب عمل الانتخابات بوقت الكامل. هلا طبعا في تمني كتير على الموضوع هيدا، انا خوفي انه اذا ما صار في اتفاق على البيان الوزاري اللي نحن مارقين فيه اليوم، هالحكومه يمكن يكون دورها اكبر بكتير من عمليه ال 100 يوم. يعني كان في مطلب اقليمي انه حكومه الرئيس مياتي ما تكون هي يلي بتدير اعمال الفراغ اذا حصل الفراغ. اذا حصل اليوم هالحكومه بالشكل
بعدها بتمثل شريحة أكبر من لبنان أكثر من حكومة الرئيس مياتي. طبعا. لكن إذا لا سمح الله صار الفراغ ما صار في شيء، دورة هالحكومة رح يكون أطول بكثير من 100 يوم. يعني أول شيء عم نحكي على انتخابات نيابية بنوفمبر إذا حصلت، ونحن بنعرف بلبنان ياما بنعدل الدستور بشكل فيها. هلا دائما ساعتها بدك تشوف الخيار يلي أقل ضرر للبنان. سنة 2004 إذا متذكر كان هناك طرح يلي انبحث وقتها مع بكركي بس رفضته بكركي، إنه لماذا لا تعدل المادة تبع فترة رئاسة الجمهورية من 6 سنوات لـ4 سنوات ويسمح للرئيس بالترشح مرتين. يمكن يكون هذا خيار ما لازم نشيله من على الطاولة. يعني اليوم بما أنه خدم الرئيس 6 سنوات، إذا تعدلت هالمادة قبل نهاية فترة الرئاسة بـ6 سنوات يعاد انتخابه للفترة المتبقية من الفترة الثانية. يعني ساعتها بيكون عندنا السنتين يلي اليوم من المفضل أنه يكون المجلس الجديد ينتخب رئيس جمهورية على أنه المجلس الحالي الممدد له يعمل الانتخابات الرئاسية. طبعا هذا الكلام في كتير ناس ما بيرتاحوا له، بس ما تنسى لا هم بدك تبين وكأنك من دعاة التمديد يعني أنا انتبه للرئيس ميشيل سليمان. أنا دايما بتطلع بالأمور ما هو أخف ضرر على بلدنا. نحن مرئين بمرحلة التسويات بالمنطقة. بمرحلة التسويات لسوء الحظ إذا بنطلع من سنة 2000 لليوم دائما الاتفاق الإقليمي يأتي ما بعد انتخاباتنا 2000 2004 2005 2006، إلا تسوية الدوحة بس إجت هي التي أتت بالرئيس ميشيل سليمان. بس الفرق الوحيد إذا بدنا نحكي عن تسوية الدوحة، أنا بستغرب أنك أنت طرحت موضوع 996. نحن الدوحة دبحت من الوريد للوريد اتفاق الطائف، لأنه أعطينا بالدوحة كل المعطيات اللي هي كانت مرفوضة بالطائف. أعطينا الثلث الضامن مبسوط ولا لا؟ جينا حكينا على عملية أنه بالآخر بمنظومة الجيش والشعب والمقاومة يلي إذا بنطلع فيها من سنة 2005 كل رئيس وزارة مشي فيها استعمل نفس الكلمات يمكن بأطر مختلفة بس بالنتيجة نفسها. طيب أنت ضد هذه الثلاثية؟ أنا بعتقد هالموضوع مثل ما اليوم ماشي فيها بدنا نعيد النظر بكل شيء، لأنه هالثلاثية بالوقت الحاضر ما وصلتنا لشاطئ الأمان. يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم في تسوية قادمة. ما حصل بسوريا بالوصول لتسوية للسلاح الكيماوي يلي مبدئيا رح يطول بعمر الإشكال بسوريا ويلي نحن متضررين أكبر، بمرحلة يمكن أن يكون حزب الله عامل استقرار بالمنطقة. وكلياتنا بنعرف أنه في كلام كتير أنه كتير أجهزة أمنية عم تتفاوض هي حزب الله بس بطريقة غير مباشرة مش على المستوى السياسي. لكن يمكن أن يكون لحزب الله دور أساسي بالاستقرار بالمنطقة على أساس نوصل لعملية تسوية على سلاح يلي مبدئيا مرفوض عم بيحكي دوليا. هذا لا يعني أنه نحن بنتنازل عن حزب الله عم بسلاح حزب الله بالكامل. نحن بلبنان ما عندنا بالآخر دفاع جوي، لماذا لا نستعمل القسم الأكبر من سلاح حزب الله لعملية إيجاد لواء دفاع جوي بالبلد؟ بس هيدا بمرحلة التسوية القادمة لح تفتح مجال أنه في شريحة كبيرة من السنة والشيعة يلي اليوم موجودين بشمال أو بعرسال أو موجودين بجنوب لح يصفوا بالآخر موجودين على الساحة بس بلا انضباطية. وهون أكيد بكرة لح نحكي بالحلقة ما هو الدور الاقتصادي الذي يلعبه المرحلة الحكومة الجاي. مشان هيك بعتقد مثل ما تفضل الأستاذ سركيس، الاقتصاد وتعاطي مع مشاريع المواطنين وطلب ومستقبلهم هيدا موضوع أساسي من حرب الإرهاب. الإرهاب لا يمكن محاربته فقط بالصاروخ وبالدرون وبالمدفع. صح. لأنه شفناها بكل العالم، الحرب الأمريكية يلي هي كانت ضد الإرهاب تقتل واحد بيطلع 100. يعني اليوم قديش بدك تقتل؟ 1 مليون 1.2 مليون 10 بمرحلة معينة خلينا نتعلم من منظومة الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه. من 92 ما كان في سنة بيستعد يروح على الأشرفية وما في بالآخر كان روم يجي على طريق على طريق جديدة. من 92 ل 96 حولنا اقتصادنا من نمو 0 لنمو 10% بخلال سنتين. لما صفى المواطن اللبناني حاسس حاله أنه في عيش ومنظومة الحياة مش منظومة القتل اللي موجودة فيها تخطينا كل المراحل. لكن اليوم نحن بوضعنا أسوأ لأنه عندك اللاجئ السوري، عندك الوضع الاقتصادي السيء آخر 3 سنوات. لكن اليوم إذا ما كنا البيئة الحاضنة تنجيب هالشباب لعنا لحتى نشيهم من عملية التطرف
بالاخر ما حوصل لمحل. بس عندنا على كل حال هلا الملف النفطي اللي يمكن ان يؤدي الى نوع من انواع الذخائر، رح نستكمل كمان الملف السياسي والملف الاقتصادي معك، وانما بعد فاصل اعلاني اول. سي سركيس، رح نتابع من حيث وصلنا وخصوصا بالنسبة إلى استحقاق رئاسة الجمهورية، صورة هذه الحكومة وفي ضوء تشكيلها الحكومي برأيك أي صورة يمكن أن تظهر لرئاسة الجمهورية؟ صورة الرئيس التوافقي أم صورة الرئيس القوي؟ أول شيء بدنا نشوف شو الرئيس القوي. إذا الرئيس القوي يعني زعامة قوية وشعبية قوية، ما بعتقد هذا المقياس يلي بيمشي بلبنان. ما مشي سابقا بلبنان، ولما مشي الله يرحمه الشيخ بشير الرئيس بشير جميل ما كمل ليوصل، والرئيس أمين جميل الذي افتكر أنه قوي وقال أنا لا أدير أزمات أنا أحل الأزمة جاي لحل الأزمة، طلعنا بالآخر أنه كلنا عم ندير أزمات. هالنوع من القوة ما فيه بلبنان. بدك رئيس يكون قوي بعقله، قوي بحكمته، قوي بالمرونة تبعيته، بالتعاطي مع كل العالم، قوي باعتداله. ما ممكن يجمع بين اثنين؟ ممكن. يعني قوي شعبيا وقوي كمان بحكمته وبعقله. ما بين عندنا هلا عند كل الزعامات المسيحية من 8 ومن 14 إنه لأنه هن زعماء صاروا كل واحد منهم فريق بسياسة معينة. يعني برأيك الأربعة الأقوياء؟ أنا برأيي الأربعة الأقوياء عماد عون، دكتور جعجع، الرئيس الجميل والوزير السلمي، الأربعة الأقوياء ما لهم حظوظ؟ الأربعة الأقوياء برأيي ما لهم حظوظ من 8 و14. اثنين، أي واحد من 8 و14 إن كان بقوة الأربعة أو أقل قوة من الأربعة كمان برأيي أنا ما بيعمل رئيس جمهورية. هذه الحكومة ممكن كتير سهل انتخاب رئيس جمهورية لأنه في الطرفين الأساسيين موجودين. إذا هيدي المظلة يلي اللبنانية ببالغوا فيها الإقليمية والدولية هي موجودة بس أنه مخزقة، يعني ما نعتبرها نحن أنه مظلة إذا شتت الدنيا ما رح ينزل علينا مي. إذا هاي المظلة شوي بقيت ماشية وكانوا واعيين أطراف الحكومة ممكن نمرق استحقاق رئاسة الجمهورية وننتخب شخص توافقي مقبول من الكل. يمكن في ناس ما بيعتبروه لألون، ناس بيعتبروه أنه كان قريب لهاي أو قريب لهاي أو منه مسيس كفاية حسب المواصفات، ساعتها بصير في إمكانية. أما إذا هاي الحكومة اختلفت أولا على البيان الوزاري، علما أنه أنا معلوماتي اللي بدي أتأكد منها بس المبدئية أنه في نوع من التطمينات عند فريق 14 أدار أنه بعتقد جاي من الرئيس بري أنه فريق 8 أدار لن يعقد موضوع البيان الوزاري. هاي الخبر اللي عم أقوله هلأ أكيد، بس أنه هل أكيد رح يترجم ويصير ما بعرف، إلا أنه الرئيس بري عم بيقول أنه في مجال كتير للصياغ اللغوية ماشي ماشي ولها القضايا هيدي أنه بتحل ماشي الحال. لذلك هاي الحكومة فيها تعمل رئيس، بس بنفس الوقت هاي الحكومة قد تشجع على عدم انتخاب رئيس إذا ما صار في توافق فعلي، لأنه هاي الحكومة كل الناس بتقول أنه ممثلين اثنين. معلش إذا ما صار انتخاب رئيس بعد كم شهر بيصير، خلينا نشوف المنطقة وين بتروح، الاتفاق الإيراني الأمريكي، الحوار، سوريا، جنيف، وبالتالي انه هي بتصرف الاعمال وتتولى صلاحيات. يعني عندك بالنتيجه خطه ب لمواجهه الامل، ما عدت محشور في بهالموضوع. في خطه ب. هلا انا بالنسبه للشيء اللي طرحه استاذ فؤاد، طبعا يعني هو معتدل وانا معتدل، قصه تعديل الدستور هاي قصه مش اول مره بتنطرح. انا برايي لن يفتح موضوع تعديل الدستور، علما انه فخامه الرئيس قد يكون هلا كان بالسابق راغبا في التمديد رغم نفيه ذلك رسميا. فيك تأكد هالشيء؟ نعم كان راغبا، كان في راغبا نعم. بعدين لما ما عاد يعني صار ينحكى انه لا يفضل ان يعدل الدستور بحيث تصبح الولايه 4 سنوات تمد ان تجدد مره واحده، وبالتالي بيكون بعد له سنتين.
أنا برأيي هذا التعديل الدستوري لن يحصل، لأنه لما تفتح باب تعديل الدستور بدك تفتح باب تعديلات أخرى في الدستور. لأن نحن هلأ السيد فؤاد قال شغلة أنه نحن على أبواب تسوية، أو المنطقة على أبواب تسوية. نحن منا على أبواب تسوية، نحن هلأ بعدنا بعز دين الحرب، بعز الانفجارات. التسوية أنه هي هدنة، خلينا هلا خلينا نشوف كيف منوقف هالحرب، النار اللي جايه من سوريا عم تاكل لبنان، ان كان باللاجئين والنازحين والمشردين، وان كان بالتفجيرات الانتخابيه، وان كان بتثوير، تثوير بالمعنى السلبي مش الايجابي للبنانيين. هيدي كلها كيف بدك توقفها؟ بدك توقفها بحكومه مثل الحكومه الموجوده. اما انه تسويه لا تسوية، في صعيب ب 860 صار تسوية، مثل ما قال ب 43 صار تسوية، ولكن صارت هيدي كلها بإطار اتفاق نظام إقليمي أرساه سايكس وبيكو سنة 1916. هذا الاتفاق، النظام الإقليمي انهار. هلأ نحن في نظام إقليمي جديد، المنطقة كلها عم تتفجر وحدة ورا يعني وحدة. نحن بمرحلة انعدام وزن، انعدام وزن، ونحن أضعف بلد وأكثر بلد معرض للتفتت من دون أن يكون معرضا للتقسيم، وما قادرين ناخذ قرار، وكل شعب من شعوبنا مثل ما أنا بسميهم مربوط بمحل. ولذلك نحن أكثر شيء بينعمل عنا شوية تهدئة إذا فينا نهدي الأمور، بس حلول ما في تنحل. ربطنا حالنا بالقصة الفلسطينية، إنه ما بتنحل قصة لبنان 15 سنة لا بتنحل قصة فلسطين. نقلنا من قصة فلسطين للقضية السورية، بكرة بننقل لقضية تانية، لأنه العطل الأساسي أستاذ وليد عند اللبنانيين قبل أن يكون من تدخل سوريا أو إسرائيل أو أمريكا أو السعودية أو إيران أو حدا. أنا بدي بس أزيد نقطة واحدة على أستاذ سركيس. أين هو المسيحي بهالمعادلة؟ نفهم السنة والشيعة عم نتضارب مع بعضنا، هذا شيء. إذا بدك تنطلع من موضوع يعني الرئاسي اليوم، قبل ما نطلع لموضوع الرئاسي، كنت فضل أنا آخر مدة كم سنة لما صار هالتشجيش السني والشيعي إنه المسيحي ما يقسم حاله يصفي في عنا ماروني سني وماروني شيعي. ما بدنا مسيحي سني ومسيحي شيعي. بالوقت اللي نحن كنا في مشكل إقليمي ترجم بلبنان بالعملية المواجهة السنية الشيعية، كانت تمنياتنا على المسيحيين يجتمعوا يعملوا الجسر يلي يربطوا اثنين. طول عمرنا نحن بلبنان في طرف ما بيكون الجسر الحاضر لهالمواضيع فيها. لسوء الحظ، وهذا اللي قلت له اياه لقداسة البابا لما شفته، قلت له نتمنى على مسيحيين لبنان يرجعوا لبنانيين ويرجعوا بالاخر مسيحيين، خلصنا من قصة السني والشيعة. اليوم الخوف الكبير اللي عم نحكي فيه، يمكن هالحكومة تكون هي عملية مرق الفراغ الموجود فيها، وبالشكل العام أضمن من حكومة الرئيس مئاتي، لأنه بالآخر كل الأطراف ممثلة فيها. بس اليوم نحن بدنا نحافظ على منظومة لبنان. الخطأ يلي صار بالدوحة إنه رضينا بمبدأ المثالثة، لما بنقول في ثلث الضامن أو ثلث المعطل يلي بدك، يعني وش وافقنا على عملية المثالثة. من هون أنا بخالف الأستاذ سركيس إنه لا، إذا نحن عدلنا الرئاسي، لأنه اليوم الطائفة الوحيدة والمركز الوحيد بلبنان يلي له حق يترشح مرة واحدة إلا إيه بدك تعدل الدستور، هو مركز رئاسة الجمهورية. طيب أنا اليوم كمسلم ما عندي مصلحة بتغيير تركيبة البلد. يعني اليوم لبنان انعطاله هالشكل المختلف عن المنطقة لأنه في عندك المسيحي بالبلد. طيب إذا بدنا نحافظ على المسيحي، اليوم اتفاق الطائف مثل ما هو اليوم موجود واضح أنه في خلل ولم يطبق اتفاق الطائف. بس إذا بدنا نبني خطوة للمستقبل، يجب أن بالآخر نعيد النظر بدور رئاسة الجمهورية بالبلد، يجب المحافظة عليها فيها. وهون نحن مطلوب من المسيحيين يفرجونا شوية وحدة. بالنتيجة في اختلاف عند السنة، في اختلاف. إيه بس كمان الوحدة يعني نوع من أنواع الدكتاتورية بالرأي. يعني لا بده يكون، لا دائما المسيحيون إنه مطالبون إنه لازم يفرجونا شوية وحدة. إذا عندهم خيارات سياسية مختلفة، ما في خيارات. 14-14 و8-8. شو هي 14 و8؟ معلش خلينا نبلشها. 2005 معظم يلي كانوا ب 14 كانوا هني و8 مع السوريين. إلا الدكتور جعجع، بس إنه مبدئيا كله كانوا مع السوريين. عملوا النقل، يعني انه طبعا دكتور جعجع وفي النائب العماد ميشيل عون بس لا وفي عندك الوطنيه الاحرار، يعني عندك بالخطاب يعني في هلا ما بدي فوت بالتفاصيل الباقيه اوكي، لانه يمكن
كلامك دقيق بس اذا بدنا نفوت بالتفاصيل بنشوف منا كثير يعني بهالموضوع. اليوم انا عم اقول اللي كان خارج اللعبه السياسيه كان الدكتور جعجع ما هيك والعماد العون صح، لما رجعوا اخذوا موقف مع طرف ضد طرف. ما هي شو كانت الحدث 2005؟ هي بدي يعني مع طرف ضد طرف او اخذوا مثلا اذا بدنا نحكي عن الدكتور جعجع انه اخذ خيار يتعلق بموضوع المبادئ اللي ارتكزت 2005 صار الشق واضح، في جريمه كبيره صارت وتم أوكي. اتهام الشيعة والسوري معلش نحكي يعني بالاول السوري بعدين الشيعة يعني يعني صارت العمليه سني شيعي مش شيعة طبعا يعني بدنا حزب الله اذا بالشكل كانت سني شيعي شو بدي هلا سميها اللي بدك اياه، بالنتيجه كان سني شيعي. انا تمنيتي انه اذا بدنا نبني بلد خلينا نحط الثوابت، رحنا على الدوحة ورضينا بالثلث الضامن، يعني رضينا بفكرة انه الطائف مات واليوم بدنا نعيد تركيبة البلد. بدنا نضلنا نتخبى وراء خيار اصبعنا عظيم، بس بالنتيجة خلينا نحافظ بالحد الأدنى على ما هو منظومة لبنان بالأدوار الموجودة فيها، وهون تمنيتنا انه نرجع نفكر لبنانيا، يلي قاله الأستاذ سركيس 100%، معظم هالأطراف ارتباطهم إقليمي. ونحن بنعكس بالآخر آراء المنطقة الإقليمية، ما بنفوت نحن بهالموضوع، بس بهمني بمرحلة معينة كله هذا الكلام عظيم. اليوم شو هو الرسالة اللي تعطيها الحكومة لهالشباب يلي السوري عم ياخد شغلته وصفى بالآخر ما عم يقدر يعمل 100 دولار، لما بيجي بالآخر التطرف إن كان من أي دين إن كان التطرف عم يعطيه 300 دولار وبارودة وبقول له تاع حارب مقابل ال 100 دولار يعني ما بقدر ياخذها، هذا الخوف الكبير اللي بدنا نطرحه بعد. استاذ سركيس رح ارجع معك لبعض هيك التفاصيل السياسيه لانه كمان بتعرف التفاصيل يعني يكمن فيها الشيطان، مش ضروري الشيطان او قد بعض الحقائق الشيطان الاكبر يعني البعض عم يرسموا بعض علامات الاستفهام فيما يتعلق بهذا التقارب الجديد بين تيار المستقبل من جهه والتيار الوطني الحر من جهه ثانيه، وعم يتساءلوا هون هل يعني ذلك خروج القوات اللبنانيه بشكل او باخر من دائره هذا التحالف الوثيق الذي يربطها مع تيار المستقبل؟ كيف تقرا هذه او معالم بعض هذه التبدلات؟ هل هالامر مرتبط حكما برئاسه الجمهوريه او هو ابعد من ذلك؟ انا بعتقد ارتباطه الاساسي هو بمعركة رئاسة الجمهورية عند النائب العماد ميشيل عند الجنرال ميشيل عون. الجنرال ميشيل عون مرتبط بتفاهم مع حزب الله، هذا التفاهم مع حزب الله جعله أقرب إلى علاقة تحالفية منها إلى أي علاقة أخرى مع سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي حس طبعا استفاد كثير من هذا التحالف، استفاد انتخابيا واستفاد تياره وافراد تياره وكل الناس استفادت بكل المجالات، ولكن الطموح الاكبر عند الجنرال عون هو رئاسه الجمهوريه، انه التمثيل المسيحي الاكبر اخذ هال هال هالوسامه لانه بيمثل المسيحيين او 50% او 60%، ولكن او يعمل اكبر تكتل نيابي او اكبر كتله وزاريه. بقي هذا الموضوع في العماد عون، يعني في كثار ناس بتعرف بتتهجم عليه وانه ما بيعرف وما ادري. عماد عون انسان ذكي جدا، بيقرا كثير، يمكن شخصيته ما بيقدر يعمل كنترول مضبوط على نفسه، وانا بس يعني بشوف انه في شغله وحده لا يعيد تقييم المراحل التي مر بها ولا يعيد النظر في السياسات التي انتهجها كي يتبين، خصوصا إذا أخطأت في إعطاء النتائج اللي بده إياها لا يعرف ليش إذا في خطأ شي محل ما، ولكن هاي المرة شاف عم بيراقب شو عم بيصير بالمنطقة، عم بيراقب القصة الأمريكية الإيرانية، عم بيراقب الوضع الإيراني. يعني ما حدا يقول لي إنه المشروع الإيراني هلأ ما انتهى بالمنطقة، إيران دولة قوية وستبقى دولة قوية ولها دور إقليمي كبير، ولكن مشروع انتهى. هيدا له انعكاس على الوضع اللبناني، له انعكاس على الوضع السوري. طيب جنرال عون شو بده يعمل بهذا الموضوع؟ أولا كزعيم مسيحي
لأنه ساعتها يعني المسيحيين وين؟ بقراءتك يعني أدرك أن هناك تحولات ما أدرك وبالتالي هو عم بيواكب هذه التحولات عم بيجرب يواكبها لهذه التحالفات بإضافة تحالف جديد إلى تحالفه القديم مش بكسر تحالفه القديم والانتقال إلى تحالف جديد هاي أنا هاي برأيي هيك عم بيجرب يعمل في مصلحة عند تيار المستقبل بهذا الأمر خصوصي أنه تعرف ميزان القوة بالبلد ساعة بيطلع ساعة بينزل وحسوا حالهم تيار المستقبل بمرحلة من المراحل أنه مستضعفين وهن مرتبكين وقيادتهم مهجرة وكل هالموضوع والتطرف السني عم ياخد منهم وفي بعض من أعضائهم صار في رجل بالبور ورجل بالفلاحة فبالتالي كمان له المصلحة كمان السعوديين له المصلحة ما تنسى الزيارة اللي قام بها السفير عسيري للعماد عون وكان وقتها بداية الانفتاح على الجنرال عون يعني كل هذه الأمور بتخليك تقول أنه حركة العماد عون والتيار المستقبل حركة جدية ولكن حتى الآن بعدها بإطار تبادل النوايا بعد ما وصلت إلى إطار الإفصاح عن الأهداف والعمل المشترك بس هون يعني بدايات بدايات قد تصل وقد لا تصل بس تبلورت هلا على الاقل على الصعيد الحكومي على الصعيد واضحه يعني كانت تبلورت على الصعيد الحكومي لانه عم بيصير في نوع من التفكير عند جماعه المستقبل ويمكن عند حلفائهم الاقليميين انه حتى لو اضطرينا يمكن هذا تحليل من عندي ما بدي انسبه لحدا يعني حتى لو اضطرينا مثلا انه ايه شو بيمنع يجي الجنرال عون رئيس جمهورية عند مين سمعتها؟ إذا خي في ناس بتحكي بزيارتك الأخيرة لا 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 إلى السعودية لا لا مش بالسعودية لا لا مش بالسعودية لأنك جاي ما دخل جاي اليوم إيه بس أنا دائما بتابع الأخبار وبلاحق يعني. سمعت في مناف كنت بالسعودية وسمعت مبادرات السعودية إيه أنا سمعت خبرية من لبنان إيه؟ عن شيء صار بالسعودية امبارح الصبح على التليفون ما راح أقول لك إياه ففي مناخ في مناخ بهذا الاتجاه موجود انه طيب اذا فينا نحن نسحب الجنرال عون من هذا التفاهم مع خصمنا السياسي وغير السياسي برئاسة الجمهورية ليش لا طبعا في ناس عندهم رأي اخر بيقولوا انه اولا مين بيضمن انه الجنرال يلتزم ثانيا بسبب تركيبته واستقلاليته وعصبيته وكل هالصفات اللي عنده انه ما في الامريكان بيقولوا عنه امبريدكتبل هو بيقول انه بيقولوا عني الامريكان هيك فما راح يقدر اذا الامريكان ما قدروا ضبطوا هالحاله هاي ما راح يقدر تيار المستقبل يضبطها بس بالرغم من هيك بيقال انه في دور للسفير الامريكي ديفيد هيل بالتقريب بين عون وسعد الحريري حاليا لانه كله بده يعمل الامريكاني بده يعمل حكومه انه خلي يكون في حكومه لحتى تخفف عنا مشاكل وتروقكم شوي مش لسبب اخر طب بعد سؤال هل هذا التفاهم اذا تجزد واذا تاكد واذا تعمق هل برايك راح يكون على حساب التحالف القائم بين تيار المستقبل والقوة اللبنانيه لا بدي جاوبك شغلي قبل اولا لن يكون على حساب التفاهم بين عون وحزب الله لانه لا يعني لا أعتقد أنه يستطيع التخلص من هذا الالتزام ومن هذا التحالف. اثنين لن يكون هذا التحالف على حساب القوات اللبنانية وتحالفها مع تيار المستقبل لأنه تيار المستقبل ورغم الخطأ اللي ارتكبه الدكتور سمير جعجع في رأي كثيرين من السنة يوم وافق على مشروع القانون الأرثوذكسي اللقاء الأرثوذكسي مشروع قانون الانتخاب يعني كانت صوره موجودة بالطريق الجديد يعني المناخ السني الذي كان يعبر عن المناخ الإسلامي في لبنان بأيام الحرب واللي كان يعتبر الدكتور جعجع والقوات اللبنانية واستطرادا الكتائب أنه هودي عدو وخائن ومرتكب وكل هذه الأمور بعكار وبالمناطق السنية الصعبة بالضنية بطريقة جديدة كلها كانت معتبرة أنه خلاص في شيء انفتح بين القوات اللبنانية رغم موقف بيت كرامي بطرابلس هذا الموقف مشروع اللقاء الأرثوذكسي غير فيه شوي ولكن لم يزله وساعد في بقاء التحالف
العلاقة المتينة التي قامت بين القوات اللبنانية ممثلة بالدكتور جعجع والمملكة العربية السعودية التي هي راعية الفريق اللبناني 14 بشكل من الأشكال. أستاذ فؤاد، انطلاقا من هالأمر، يعني كنت نحكينا مع أستاذ سركيس فيما يتعلق بموازين القوى برئاسة الجمهورية، هل بتشوف أنه من الطبيعي أنه دائما يعني منقول أنه الرئيس المسيحي ما بيجي الرئيس القوي انطلاقا حتى من المعايير، إذا بينما مثلا رئيس الحكومة السني بأوقات كتير يأتي الأكثر شعبية مثل ما شفنا مثلا مع الرئيس رفيق الحريري مع الرئيس سعد الحريري. أيضا على الصعيد الشيعي عم بيأدي أنه الثنائي الشيعي هو الذي يقدم بالنتيجة رئيس مجلس النواب، هل هذا الأمر طبيعي بالنسبة إلى الواقع المسيحي أو برأيك هو أيضا من الأمور التي تعمق هذا الإحباط السياسي عند المسيحيين؟ أكيد في تعميق للإحباط السياسي عند المسيحيين بعد الجنرال شهاب، بعتقد يلي إشى بزخم إن كان محلي ولا كان إقليمي من وقت ما عدنا شفنا منه هالموضوع فيها. بدي أرجعك لموضوع السنة والشيعة بمعزل هلأ شو بنسميها 14 و8 14 كانوا سنة مع مسيحيين و8 كانوا شيعة مع مسيحيين. أوكي. بمعزل هلأ شو دور كل واحد منهم موجود فيها، لكن اليوم المشكل الأساسي بين السنة والشيعة واليوم الكراهية اللي بخطأ السياسيين اللي عنا يلي استعملوا كل الكلام الاستفزازي آخر مدة 7-8 سنوات وصلتنا لمحل أنه الشرخ كبير، الشرخ كبير، ويمكن وصلتنا محل أنه اليوم في أحباط بالشارعين. طبعا منلاحظ أنه بالشارع السني يعني في نوع من أنواع الأحباط وبالشارع الشيعي في نوع من أنواع الأحباط، وخاصة بعد مصار شعور بالخسارة عند الفريقين، وخاصة بعد هالتفجيرات والانتحاريين اللي عم يصيروا. ما في شك أنه الشيعي عم لك طيب إذا 2006 كان فيها ربح وإذا راحوا على الدوحة وصلوا بعملية تسوية المثالثة، طيب شو وين ردة الفعل يلي رح تصير بهالمرحلة فيها؟ كمان من الطرف السني ما في كتير من الصقور يلي رافضين عملية القبول إنه في تسوية عم تصير بالمنطقة، لكن بدنا نضلنا نتفش لحتى نوصل، هيك ما فيك تبني بلد بهالموضوع. نرجع للموضوع المسيحي، بهالمرحلة الشرخ الكبير ما بين السنة والشيعة، المطلوب رئيس جمهورية اليوم يلي يقدر يقرب. هون بعتقد هذه مرحلة كتير دقيقة، هي عملية أن نجرب نقرب ما بين المتقاسمين على أنه يكون في عنا وجود وازن. لأنه اليوم بالوجود الوازن الموجود فيها، أوكي، خليني أقول لي يلي بده يفرض أيديولوجية معينة بده يكون عنده سلاح. هذا الكلام الأيديولوجي بالصالونات ما بوصلنا محل، الإعلام بالمواقف النارية اللي عم نسمعها ما بتوصلنا محل. لكن المطلوب اليوم انه هالجسر يلي حكيت عنه، انه اليوم بدنا المسيحي يرجع لبناني مشرقي لحتى يبني هالجسور، يمكن مواصفات الرئيس القادم يجب ان تكون شخص يلي مقبول من الاطراف كلها، له بعد اقليمي، لانه اليوم عربي. لانه احنا شو مشكلتنا انه بلبنان على ايام الرئيس المئاتي صار في عنا مقاطعة، ما أقول لك كاملة بس مقاطعة كبيرة من البلاد العربية، والغرب في كتير محلات كانت مسكرة. يعني رئيس وزارتنا لم يستقبل إلا بإطار الزيارات الرسمية، مش إنه زيارات ثنائية اللي كانت موجودة فيها. لكن اليوم يمكن لازم نفتش على رئيس جمهورية يلي يقدر بالآخر يكون جسر تواصل بين السنة والشيعة بشكل انه يقدر يحكي مع الايراني ويحكي مع السعودي، ما يكون في فيتو لا فرنسي ولا فيتو امريكا عليه. وهون اكيد من زفتشنا منلاقي اشخاص بهالبلد يلي بيمشوا بهالتوصيف هذا الموجود فيه. استاذ سركيس، انطلاقا من هالامر، هل بالنتيجه يعني البروفايل تبع هذا الرئيس او الشخصيه هل سيكون برايك مدني ام عسكري؟ الاحتمالين موجودين. يعني حتى يكون منصف الإنسان، أنا بالعمل بالمهنة بشيل عواطفي على جنب. لا طبعا أنا لست مع وصول عسكري إلى رئيس الجمهورية علنا، مش لأني ما بحبه للعماد قهوجي أبطاي وشغيل وعم يعمل أعمال كتير ميحة، ولكن لأنه عم بتصير رئيس قيادة الجيش، وكمان لما تكون رئيس مؤسسي غير عسكرية كمان مهمة كتير، كل الناس بتصير تطمح لهذا الأمر وبتصير هي وعم تشتغل بتنفذ. بالوقت يلي نحن مؤسساتنا ضعيفة
مجلس وزراء كمان ضعيف، حكومات ما بتاخد قرار، ما في وحدة قرار، هذا كله بينعكس على المؤسسة العسكرية اللي أساسا هي انعكاس للشعب اللبناني المقسم. لذلك أنا إذا بدي جيب عسكري هلأ بمصر عم بيجيبوا كمل جميلك للسيسي، سيسي صحيح بعد فيه عم يصير عمليات إرهابية بمصر بشوي، ولكن في جيش، هذا الجيش إذا هو بده يقرر يعمل شيء أمني بيقدر يحمي أمن المواطن. نحن بلبنان بكل صراحة وبدون إهانة لحدا، يعني أنا بحترم الجيش والعسكري والضابط والكل، ومش هني مسؤولين، السلطة السياسية مسؤولة. هل يستطيع الجيش اللبناني أن يحقق الأمن للمواطن اللبناني إن كان في عكار، إن كان في الضنية، إن كان في طرابلس، في بعد إذا في شبكة أمن سياسية ما بيقدر؟ ما هو مع نحن طالما عم نكتفي بشبكة الأمان معناتها نحن دائما مقصمين وبحاجة لشبكة حتى إذا وقعنا حدا يلمنا. نحن بدنا نعمل شبكة الأمان بالوحدة الوطنية. الإرهاب بتكافحوا بالوحدة الوطنية وبتكافحوا بفرص العمل. كل هذه الأمور بدك تكافحها بدولة واحدة، بمؤسسات واحدة. مشان هيك بس موضوعيا احتمال وصول قائد الجيش العماد جان قهوجي احتمال موجود، طالما فتنا بالأسماء، وهو هذا عسكري أكيد، عسكري آخر ما في، عسكري آخر حالي سابق ما بنعرف، بس لا صار سياسي يعني اللي بتقصده أنه صار سياسي طبعا. أما بالنسبة للمدنيين أنا بعتقد بعده لحد هلأ الوزير السابق جان عبيد من أوفر الناس حظوظا. هلا يعني مظبوط إنه المعركة في حال المعركة إذا كانت لتؤدي إلى رئيس توافقي بين اثنين جان، يعني أو جان قاوجي بين جانين أو جان عبيد. بس هون بدي علق شوي على الموضوع المسيحي، مع إنه أنا ما كتير بحكي بالقصص المسيحية. يلا بتحكي عن الشعوب، نحن جزء من هالشعوب. بالنسبة للمسيحيين، أنا دائما فكرتي كانت، وأنا من رأيي الأستاذ فؤاد، إنه المسيحي يجب أن يلعب دور الجسر اللي بيربط المفاصل الكواع لحتى تتحرك بسلاسة وسلامة. بلبنان بالتركيبة اللبنانية يجب أن يكون المسيحي أولا، هيدا شيء، لأنه بلبنان في عندك سنة وشيعة من 1400 سنة. هل لازم يلعب هذا؟ إيه؟ بس لأنه بيظل هذا الصراع صحيح، السني بس هيدا الصراع السني الشيعي يلي صار له 1400 سنة بينام وبيرجع بيتولع، ما راح، يمكن يضل بعد 10,000 سنة، ولكن بسبب وجود اثنيناتهم وفي نوع من التوازن بينهم، واحد توازنه آتي من محيطه السني أنه أنا محيطي كبير، واحد آتي التوازن عنده قوته آتي من سلاحه ومن أنه ديموغرافيا هو لا بأس بعدده. طيب هودي شو بدك تعمل؟ يا بدون يتقاتلوا بعضهم عطول، يا بدون يتحالفوا عليك. فالمسيحي يجب أن يلعب دور التوازن بين اثنين. هلأ بقصة الرئاسة أنا بفصل هالشيء عن قصة الرئاسة، لأنه هلأ أنا برأيي نحن عنا ثلاث رؤساء، يعني اتفاق الطائف بسبب جميلة إخواننا النظام بالنظام بسوريا ما خلونا نطبقه مظبوط، وبالتالي عملوا لنا نظام عجيبة بثلاث روس على الأقل بطريقة التطبيق، فصارت كل طائفة هي رئيسة موقع، فما عاد في دولة، ما عاد في مؤسسة. عندما يسمح الظرف أنه إذا ما صار في تغييرات جوهرية، لأنه ما بنعرف المستقبل كيف بيكون، بعد تعديل للصلاحيات عند الرئاسة بحيث تصبح كلمته مسموعة أكثر، بس حتى هيدا أنا برأيي مش مهم. أنا برأيي الدور المسيحي في غلط عم بيصير عند المسيحيين، وبعتذر. عند قيادات سياسية مسيحية؟ عند قيادات سياسية وعند قيادات غير سياسية، وأنا بعتذر إذا هذا الكلام بيجرح حدا أو بيسيء لحدا. المسيحيون في لبنان ليسوا أقلية، لم يكونوا أقلية، كانوا أكترية بنسبة كتير ضئيلة، نزل وزنهم ولكن بقيوا شركة باتفاق الطائف، هن شركة قبل الطائف، هن أكثر من شركة وسيبقون دائما شركاء بموافقة المسلمين، ولأن المسلمين سنة وشيعة بحاجة لهالدور. طيب أنا إذا كنت شريك
ليش لصنف حالي أقلية وأركض عند مسيحيي المشرق العربي كله وقول أنا بدي أعمل حملة أتزعم حملة الدفاع عن الأقليات المسيحية؟ أنا طبعا أنا ما بدي ضحي بالمسيحيين الأقليات بالدول، إن كان بسوريا ولا بالأردن ولا بالعراق. عم تحكي عن عماد عون يعني؟ عم بحكي عن بشكل عام. أنا عم أقول أنه نحن طالما نحن شركاء في لبنان نستطيع أن نساعد الأقليات المسيحية في العالم العربي، أما أن نصبح مثلهم بمجرد أنت تفقد المواطنة وتصير أقلية يعني مواطن درجة تانية أو تالتة، يعني أنت معرض يوما ما إلى الاضمحلال أو الزوال. أنا برأيي هذا خطأ كبير عم يرتكبوه المسيحيين، وهذا بلش هالموضوع مش بهدف مسيحي مع الأسف، بلش بعد الثورة في سوريا وبعد ما تطورت وصار في حرب مذهبية وصار في تكبير إنه ليكوا المسيحيين بخطر، ودغري صوروا لكل العالم إنه المسيحيين عم بينقتلوا، وطبعا عم بينقتلوا المسيحيين بس في مسلمين عم بينقتلوا كمان. مشان هيك المسيحي يجب أن يبقى شريكا في لبنان. سيد فؤاد، تأختم هالملف السياسي المحلي، بعد بدي أسألك عن موضوع تسوي، يعني كثير عم بيقولوا انه ما نمر فيه هو مرحله مرحله بعد مرحله وصولا الى نوع من انواع اتفاق جديد، يعني اتفاق الطائف لم يطبق، ربما تجاوزوا زمن تسويه الدوحه هي مجرد تسويه مرحليه، بالتالي لابد للبنانيين ان يعودوا الى نوع من انواع المؤتمر التاسيسي لحتى يعملوا اتفاق جديد فيما بينهم. هل انت مع هذا الامر وهل تعتبر ان هذا الامر ضروري لاعاده بناء لبنان؟ طبعا، لانه نحن اليوم يلي شايفينه انه لبنان وصل لمرحله انه هالنفس اللي كان عندنا اياه اللي اسمه نفس الطائف انتهى لانه لم يطبق. وبعدين شيء انا بعتمد اتفاق الطائف كان معاهده وقف اقتتال، يعني يلي ابتدينا حديثنا انه يمكن هيدي هي حكومه فض نزاع او عمليه تعاطي مع النزاع. نحن سنة اللي رحنا على الحرب الأهلية بال 75 89 رحنا على الطائف، جبنا كل يلي كانوا بالشارع وفوتناهم على مجلس النواب برعاية إيرانية سورية سعودية. لم تطبق اتفاق الطائف مما اضطرنا يروح على الدوحة، يلي الدوحة بعتقد إذا كان بعد في كان شوية نفس بالطائف برناه وخلصنا منه. لكن اليوم إذا بدنا نبني لبنان المستقبل، لبنان جديد، لبنان يلي كل واحد منا له دور، يجب إعادة النظر. وأنا مع كلام سركيس، المسيحي شريك أساسي بالبلد. اليوم في كتير من الزعماء المسيحيين عم يستعملوا لغة الأقليات، وأنا بكلامي مع 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 البابا كان هذا كلامي كمان لما عم قله ما بدنا سنة وشيعة، قلت له بحزن على المسيحي بهالبلد لما عم يحكي لي بلغة الأقليات. الطائف من 43 للطائف كان في قناعة انه هناك شراكة بدنا نعدلها، بدنا منا مشكلة بس خلينا نبلش بمفهومية الشراكة ومن هنيك بنشوف كيف بدنا نجملها بشكل ما. بس نهار بدنا نحكي بالأقليات، لكن انت عم تقول لكل واحد له صوته، لكن الديموغرافية اللي صفت هي حكيت هالشيء لصديقك العماد ميشيل عون طبعا بزيارتك لأله. طبعا انا بحكي هالكلام بالعنني لانه أنا بالنسبة لي أتعاطى مع الجنرال عون كحالة مسيحية أساسية بالبلد. هلأ في بعض شغلات في اختلاف معه بالرؤية بس بالنتيجة هناك حالة أساسية اسمه الجنرال عون والتيار الوطني الحر. مثل ما تفضل سركيس، اليوم بيمثل الجنرال عون بتركيبته السياسية فوق 50% 52-53 اللي هو بس صار في حالة أساسية، مثل ما حزب الله عند الشيعة بيشكل حالة أساسية. عند السنة نحن عندنا المشكلة الأساسية. أنا إذا بتتذكر 2010 لما عملت عشاء تكريمي للرئيس سعد الحريري بالبيال، شو قلت وقتها؟ ما هو قادم إذا ما اتفقنا نحن السنة المعتدلين تنواجه هالحركة التطرفية اللي جاي لا نحصد على ما هو قادم عليه. شوف شو صار بعد 3 سنين، اليوم من 27 تموز 2010 لليوم نحن الاعتدال على تراجع، ولسوء الحظ يلي مستعد يحمل سلاح ويفجر حاله هو يلي بالآخر عم يسيطر على الساحة. لكن اليوم نحن بدنا نجمع السنة المعتدلين مع بعض بما فيهم أولهم الرئيس الحريري لازم يجي يكون فيها، لأنه أنا بعتقد الرئيس الحريري يلي فيك تتفاهم أنت وياه بضمن الاعتدال الموجود. التطرف اللي عم نشوفه ببعض صقور طيار المستقبل منا مش لهي شغلة الرئيس الحريري هو يضده. أوكي، إذا قدرنا نحن نفوت هالموضوع ونتعاطى مع القيادات الأساسية بلبنان، إيه طبعا شو بيضر إنه نقعد على طاولة واحدة ونجات نعيد النظر لعملية تعديل ما هو كان ناقص. فريق أساسي بيقول انه كيف بدنا نبحث
بموضوع تعديل الدستور وحتى نعمل مؤتمر تأسيسي وصولا إلى اتفاق جديد بين اللبنانيين، إذا في فئة من اللبنانيين مع سلاح، بالتالي ما عندك توازن بس على هذا الصعيد. سيد الكريم، اليوم واضح حتى أمريكا لأنه عندها سلاح عم تفرض أيديولوجية. طالما لم يكن هناك حل بالمنطقة السلاح رح يضل حاكم. إذا بتتذكر شو قال الوزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، قال خريطة الطريق آخر 13 سنة الفوتبرنت تبع الحروب انتهت. طيب إذا اليوم الشيطان الأكبر عم يتعاطى مع محور الشر، مظبوط ولا لا؟ شو بدي هلا بتسميها؟ طيب إذا هني عم يتعاملوا مع بعضهم، نحن اللبنانيين على شو بعدنا ناطرين؟ يعني اليوم ما دام نحن بنعرف شو وين المشكل، لسوء الحظ بلبنان كل ما بصفي اتفاق كان بالطائف ولا كان بالدوحة ولا كان بكل هالمواضيع بيتفقوا وبيبلغونا. إمتى نحن اللبنانيين بدنا نقعد نقرر شو هو مصلحتنا تنفاوض مع اللاعبين الإقليميين؟ طب بس تأختم معك كمان ملف، محمد جندي بيسألك هل ما زلت مع المقاومة والممانعة التي انكشفت على حقيقتها وسقط قناعها أم مع لبنان الحر المستقل؟ 2006 أنا وقفت مع المقاومة ضد إسرائيل، العدو الأكبر والأول هو إسرائيل. بس لما فات حزب الله على بيروت نحن بالنسبة لنا ما نحن العداء تبع حزب الله. حزب الله بده يعيد حساباته أنه نحن بدنا إياه يكون عامل استقرار بالبلد، بس ما فيك تفوضني مع السلاح لأنه أنا بالآخر برفض استعمال السلاح. أيضا محمد جندي بيسألك هل عينك على رئاسة مجلس الوزراء؟ ولا لا؟ ولا لا؟ طيب علاء الخطيب تسألك متى سنراك في التشكيلات الحكومية؟ طالما بالآخر اليوم في 8 و14 دار ما عنده مصلحة أنه يكون في عندك شخص معتدل رافض 8 ورافض 14 دار. نحن بال2000 صار في اتفاق شبه رباعي، بال2005 صار اتفاق شبه رباعي، بال2008 رحنا على الدوحة وعملنا اتفاق خماسي ولا رباعي. بس إذا منطلع نفس الأشخاص يلي موجودين بالحكم دائما بيرجعوا للاتفاق، لانه لما ممنوع لك ولالي ولسركيس نكون بالاخر بالحكومه. هل هذا يعني انه برايك بعد باقي 8 و14 او بدنا نشهد تشكيلات سياسيه جديده؟ انا بعتقد الانتخابات الجايه رح تفرز بالاخر طبقه جديده، ما عم اقول لك رح يروح 8 و14، بس اكيد رح تفرز حاله وسطيه يلي مبدئيا لا 8 فيها تحكم ولا 14 فيها تحكم الا بوسطه. رح نرجع نتابع طبعا معكم الحوار، وشفتك استاذ سركيس سجلت كثير من الملاحظات، رح نرجع نناقشها معك وإنما بعد فصل إعلاني تاني. سيد سركيس، قبل الفصل الإعلاني تحدثنا عن موضوع المؤتمر التأسيسي، وهل برأيك يعني سألت الأستاذ فؤاد إذا كان هذا المؤتمر أصبح ضرورة اليوم في لبنان، برأيك هذا المؤتمر ما صار ضرورة، وخصوصا أنه أثبتت أنه لحد هلأ من عايشين نحن بظل نظام قابل للحياة؟ نحن من عايشين بظل نظام يطبق، مش معناتها مش قابل للحياة. نحن أولا ما طبقنا هذا النظام بشكل كامل نصا وروحا لحتى نعرف إذا كان قابل للحياة ولا لا. لا خلونا نطبقه ونحن ما أصرينا كمان لأنه المخاوف والهواجس بتضل موجودة عند كل العالم. اتفاق الطائف كان أهم شيء باتفاق الطائف شو؟ هذا لو كان نحن بالفعل كنا خرجنا من فكرة الحرب وخرجنا من الانقسامات الطائفية ولاحقا المذهبية وخرجنا من الصراع الإقليمي، كان مفروض اتفاق الطائف يخرج اللبنانيين من الحالة الطائفية لأنه كان الصراع مسلم مسيحي هلأ صار سني شيعي إلى الحالة الوطنية. أخواننا بالنظام السوري ما ساعدوا على هذا الموضوع وبالتالي ما خرجنا، بالعكس صار في تعمد تطمين لكل الخائفين من إلغاء الطائفية. هي طائفية، أنا برأيي ما في طائفية سياسية، من إلغاء الطائفية صار في نوع من التحريض لألون أنه ما تخافوا نحن ما راح نخليها هي تصير، وبالتالي أخذوا كل الناس وكمشون من مصالحهم. المؤتمر التأسيسي عادة طبعا هلأ اتفاق الطائف أنا برأيي انتهى، يعني خدم عسكريته وما خدم نص عسكري نص عسكريته وما عاد ممكن تطبيقه، ولكن استمراره أحسن من الفراغ. واللي بدي أقوله أنا المؤتمر التأسيسي إيه مهم، ولكن مش هلأ. هلأ إذا بتجي بتعمل مؤتمر تأسيسي بظل كون
الفريقين اللبنانيين الكبيرين كل واحد جزء من فريق إقليمي كبير عم يتصارعوا مع بعضهم ما بتوصل لمحل، تجهد المؤتمر التأسيسي وبالتالي بتعرض البلد لفراغ كامل بدون ما يكون صار في بديل. أنا برأيي التحضير للمؤتمر التأسيسي بيصير عبر طاولة الحوار أو عبر مجلس الوزراء إذا استمر مجلس الوزراء ومشي حاله. لما بتصير أفاق التسوية في المنطقة خصوصا إيران أمريكا إيران السعودية الموضوع السوري، لما تصير هيدي واضحة قدامنا ساعتها بصير في إمكانية نعمل المؤتمر التأسيسي ويمكن نرجع لحية الطائف أو نعدل فيه أو نعمل أي صيغة اللي كان، ولكن بشكل هادئ بعيدا عن الضغوط وبشكل يعطي كل إنسان حقه ويؤسس لدولة المواطن. نحن عنا ما في مواطنة، في ناس مسيحيين وشيعة وسنة ودروز وكاثوليك وأرمن ومدري شو، بدك تأسس دولة المواطن. هلأ بتقول لي أنت يعني بس منه صحيح هون أنه المسيحي يخشى من أنه يصير هذا المؤتمر التأسيسي، البعض بيقوله لأنه أي مؤتمر تأسيسي سينعقد سيؤدي حكما إلى ترسيخ مبدأ المثالثة بدلا من المناصفة. أنا ما عم بحكي عن المثالثة هلأ، يعني هلأ بالمؤتمر التأسيسي فيك تطرح كل شيء، بعدين إذا ما بده المؤتمر تأسيسي وفي مجال كان لتطبيق استكمال تطبيق اتفاق الطائف وهني ما عندهم مانع أنه يستكمل بشكل كامل للانتقال من الحالة الطائفية والمذهبية للوطنية، أنا ما عندي مانع، أنا ما عم أقول هيك، ولكن في أوقات الإنسان ما لازم يكذب على حاله. اللقاء الأرثوذكسي طبعا يلي كلنا بنعرف كيف صار التحريك وكيف صار الموضوع لوصلنا لكل كل طائفة تنتخب نوابها ولأي أسباب إقليمية صار هذا الطرح، ولكن عمليا إذا أنت بتيجي بتاخد النواب المسيحيين لما يعملوا لك إحصاءات يقولوا لك كم في مسيحي من النواب المسيحيين منتخبين بأصوات مسيحية، داش يطلع العدد، يطلع عدد قليل صح. ولذلك إذا أنا بدي أصر على المناصفة وبنفس الوقت أنه أنا بدي أخذ عددك ما بيسمح لك تجيب نص، يا أما بدك تقبل النص قسم منه ينتخب لك إيه مواطنك الآخر المسلم، يا أما بدك تقبل بصيغة أخرى لحتى تقدر تعيش للمستقبل، ما فيك تشترط الشرطين. في شغلة أنت أسرتها ومعك حق فيها بموضوع أنه طيب أحيانا الناس بيجوا بيقولوا أنه طيب كيف بدنا نعمل مؤتمر تأسيسي بظل في سلاح عال. أساسا أنا رأيي لا مؤتمر تأسيسي قبل نضوج الوضع بالمنطقة للحل. لما بيصير التفاهم الأمريكي الإيراني، التفاهم الأمريكي الروسي المبدئي حيد السلاح الكيماوي السوري، التفاهم بداية الحوار الأمريكي الإيراني وشبه التفاهم اللي عم يركب رح يحيد السلاح النووي الإيراني. التسوية لما تنجز بين أمريكا وإيران ولما الموضوع السوري بينحل، الصواريخ يلي هي معتبرة أنه هذا الخطر الأكبر مع أنه بحرب الشوارع مش هاي الصواريخ البعيد المدى ولكن من أجل مصلحة إسرائيل، هذه الصواريخ بده يتلقى لحل. أكيد لن يترك للبنان 50 أو 60 أو 30 ألف صاروخ، بيتلقى له حل يمكن مثل السلاح الكيماوي أو صيغة أخرى. فمشان هيك بس نقطة واحدة هون بقصة الدوحة لما حكينا عن المؤتمر التأسيسي، الدوحة أنا في رأيي كان غلطة كبيرة لأنه استعمل لتبرير وشرعنة ما جرى في 7 أيار لحل ما جرى في 7 أيار ماشي الحق، يعني لأنه هي اللي ماشي بالنتيجة ماشي أخرجت ماشي البلد من المأزق ماشي، ولكنه النتائج يلي عملها 7 أيار كرسها اتفاق الدوحة بالثلث الضامن مظبوط؟ ايه. هذا الثلث الضامن تطلع لمصلحة مين؟ لغير مصلحة 14 أذار. ولذلك وصار في محاولة بتصوير اتفاق الدوحة من قبل فريق 8 أذار انه هيدا يعني او بديل من اتفاق الطائف او اتفاق طائف اخر، علما انه هو الهدف منه كان حل مشكلة حصلت ب7 أيار أو اجتياح لبيروت حصل ل7 أيار. وفي ذلك الوقت خلينا ما ننسى أنه دولة قطر الشقيقة كانت
هي على علاقة جيدة مع سوريا مع النظام السوري بمحور وكانت على علاقة جيدة مع المقاومة وحزب الله، وبالتالي كانت يافطات شكرا قطر. ولذلك أنا برأيي اتفاق الدوحة اتفاق تفصيلي تنفيذي ما لازم نعطيه أهمية تماثل اتفاق الطائف ولا مرة. استاذ فؤاد، بدنا ننتقل الى الشق الاقتصادي، يعني برايك كيف يمكن ان ينعكس تشكيل الحكومه على الوضع الاقتصادي وعلى موضوع النفط والتلزيمات والمناقصات المنتظره في 10 نيسان المقبل تقريبا؟ انا كنت بفضل الحكومه الماضيه ما تمشي بالطريق خريطه الطريق اللي مشت فيها بالنسبه لترسيه او طرح مشروع ترسيه العقود او البنكات العشرة بالنسبه للنفط. لا النفط لا لا لا, لا. حسب كل يلي شفناه الدراسات بتقول في عنا 93 تريليون قدم مكعب من الغاز، وعندك 165 مليون برميل هيدا بالبحر. نعم. شو بدي بالبر يلي موجود فيها؟ طبعا المنطقة اللي هي بين سوريا بين لبنان وسوريا وقبرص فيها كميات أكتر بكتير من احنا شايفينها. عادة بكل بلاد العالم لما بدي أنا أتعاطى بالنفط بتعاطى بشق جيو بوليتيكال، يعني بدي أعمل استراتيجية. اليوم مين هن اللاعبين الأكبر يلي إلهم تأثير علينا بحديث تبعنا اليوم؟ عندك السعودية، عندك إيران، عندك روسيا، عندك أمريكا وفرنسا التاريخية وإنجلترا، لأنه رح يكون إلى دور إقليمي بعملية إعادة التموضع تبع الأمريكا المنطقة. كنا مفروض نحن نتصل بهالست دول إلهم تعوا يا جماعة نحن بدنا نرسع عليكم عقود ضمن شروط الدولة. اليوم المشكلة انه كل واحد بيقول لك هذا وكيله فلان وهذا وكيله علتان. بالعالم العربي مبدأ السعي الكوميسيون هذا ما بقول لك انه شيء كويس بس معترف فيه. ما في مانع كنا نحن انه اذا في جهات سياسية بدها تكون مستفيدة منها ما عندي مشكلة يستفيدوا منها، بس عندي مشكلة انه الشروط تكون لمصلحة لبنان. كيف يعني؟ كيف يعني؟ انه بأي آلية؟ بأي آلية هيني؟ شوف اليوم كلياتنا بنعرف انه التقنيات موجوده، ما في يعني ما في حدا بيتقعد، وعمليه انه كلفه التنقيب معروفه شو هي. بس اليوم لما انا بدي اجي اعطي جهه سياسيه معينه ما يسمى بالاوبشن انه نهار في طلع بترول انا الي حق ب 5 او 10% تبيعه تنامن مستقبلنا السياسي بهالبلد، انا كنت بفضل تلعب بغير طريقه. اليوم بالجو اللي عم نحكي فيه بالتسويه القادمه بالمنطقه، اليوم التسوية القادمة حزب الله بده يفوت على اللعبة السياسية تيصفي عامل استقرار. يعني في شريحة من اليوم الموجودين مع حزب الله يلي حاملين سلاح بده ينقالوا معادلة السلفية، معادلة اقتصادية طبعا، معادلة معيشية. معيشية اليوم اليوم اللي عم ياخد معاش من حزب الله أو من أي طرف سني تاني آخرتها هول بالمعادلة الجديدة ممنوع بقى يتعاطوا فيها، لكن بدنا نلاقي لهم حل. اليوم الحل الوحيد يلي نحن بدنا نعمله بلبنان هو استعمال وتوزيع النفط بشكل ان نلاقي وظائف لهالاشخاص. اليوم وين نقاط الضعف نحن اللي عندنا؟ عندنا بشمال بمنطقه عكار يلي انا كان عندي مصنع وكان في عندي 1000 موظف، ومثل ما بتعرف ضلت الحكومات الماضيه ضلوا عليه تسكروه. اوكي. اليوم وين رح يكون مين الحكومات الماضيه؟ اخي الحكومات من على ايام الرئيس سنيورا، هذا اللي وقتها اللي كانت الهدف اللي فيها، لانه نحن في اختلاف معه هو شخصيا بالنسبه للتعاطي، والاخر سكر المصنع ما بهم هلا، لانه تعاطى التعليمات للدوله انه ما ينعطى لاشغال، يعني تصور نحن ما عدتوا اخذتوا مناقصات. لا ما في، كان بالاخر ما ينعطى لمناقصات نقطه على السطر. يعني ما في، يعني نحن 17 سنه ما عندي كهرباء وانا بعيد 800 متر عن المطار، يعني كان موجود فيه بمعزل هالموضوع. اليوم نجي نحن بنطلع بالمنطقه في عندك الطبقه الفقيرة كتير بالشمال، ونفس الشيء بكرة إذا صار في تسوية مع حزب الله في شريحة بالجنوب يلي حتصفي عاطلة على العمل. لكن نحن بدنا نستعمل هالنفط بإطار إرجاد مراكز للتدريب لها المنطقتين هول، حتى هيدا بتلاقي لك بين ال 20 و 30 ألف وظيفة. يعني معظم يلي اليوم حاملين سلاح بال 200 و 300 دولار فيك تستوعبهم. اليوم أنت بتعرف نحن بالمؤسسة لما ابتدينا من سنة 96 97 أو 280 ألف شخص نحن مستفيد منها، من كان بعملية تدريب مهني أو قروض صغيرة وكله. بس نحن في حدود قديش فينا نعمل. اليوم مفروض الدولة تاخذ على عاتقها الأشغال يلي مؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الحرير ومؤسسة عصام فارس ومعوض، لازم هي بالآخر تشجع على مستوى على مستوى الوطن. إذا قدرنا نشتغل فيها بصفي التدريب البشري، قوتنا نحن بلبنان بشبابنا،
اليوم ما بقى في لهم وظائف بالمنطقة الخليج، لكن بدنا نجي نأهلهم تما يكونوا هن بالمرحلة القادمة. اليوم البترول اللي رح ينوجد من قبرص لا إسرائيل بهالمرحلة فيها، هي اللي حتغير معطيات الاقتصادية تبع المنطقة، يعني التركيز على منطقة الخليج رح يصفي أقل ونحن يصفي عنا، لكن في إمكانية نستفيد من الخسارة اللي أخذناها من سنة 89 لليوم، ما حطينا لبنان. يعني برأيك تأجيل موضوع المناقصات؟ طبعاً. لأنه في نظرية هلا إنه لازم ينترك إلى العهد الجديد. أنا بعتقد حرام تترسى المناقصات بالشكل يلي اليوم مدروسة فيها. موضوع أساسي. اليوم هيدا مستقبل لبنان لمدة 50 ل 100 سنة الجايين، حرام اليوم نقعد نتقاسمها بمفهومية بالآخر المصالح الشخصية، إنه بلوكات وصغيرة وهيك مصالح الشخصية بعدين عم نحط البلوكات بشكل إنه كلياتها بدها تصب بمحل واحد. وين بمحل واحد؟ بشمال منطقة البترون. أوكي. هلا ما عندي مشكلة البترون بالآخر شقفة من لبنان، عرفت كيف؟ حتى ما إنه نطلع فيها، بس كمان إذا أنا ضعف اليوم الديموغرافي يلي في عندي اليوم التطرف بده يكون بجنوب وبشمال، مفروض في أعطيهم هول مراكز ليكون لمراكز خدمات النفطية، لأنه هيدا رح تعمل ألافات الوظائف قبل ما نبلش بالآخر نحفر ونطلع بترول وغاز من البحر. سركيس، ما رح نغرق معك بالملف الاقتصادي، بدي بلش بالملف السوري. يعني انطلاقا من تعثر المفاوضات بجنيف 2 ما حصل، يعني الجولة الثانية بيّنت بكل وضوح وصراحة أنها كانت جولة فاشلة، هل هذا يعني أنه الكلمة الأخيرة بالمرحلة الحالية ستكون للميدان، ستكون للمدفع، ستكون للسلاح، ستكون للقوة العسكرية؟ لا، الكلمة الأخيرة لن تكون للسلاح. لا للسلاح النظام السوري رغم النجاحات اللي عم بيحققها، ولا لسلاح الثوار يلي صار دخل على خطهم كثير من المتطرفين والمتشددين. الوضع السوري سيبقى على حاله، يعني الثورة ستستمر، الإرهاب سيستمر، ضرب الإرهاب سيستمر، محاولة حسم الثورة إنهاءها ستستمر، ولكن عمليا في المناطق القريبة من تركيا هيدي ستبقى برأيي أنا خارج سيطرة النظام، المناطق القريبة من الأردن ستبقى خارج سيطرة النظام، منطقة دمشق والقلمون وغيره المتصلة في لبنان هيدي هلأ ممكن يأخذوا القلمون مثل ما أخذوا القصير أو كذا، ولكن هيدي منطقة ستبقى مشتعلة حتى لو استرجع النظام، لأنه في يعني مش كله يعني ظلم للشعب السوري ينقال أنه ما يجري في سوريا كله إرهاب. في سوريا ثورة شعبية حقيقية قام بها الناس بالأول، وكانت ثورة سلمية عسكرها النظام، ضربها قمعها، فكروا أنه بيخلص من هذا الموضوع، لما ما مشي الحال تعمد القسوة وفتحت الأبواب، وفي ناس بتجي بدون ما تفتح الأبواب من كل المتطرفين والتكفيريين ليقول للعالم أنا عم حارب الإرهاب. ولكن بنهاية الأمر في ثورة بسوريا، يوم من الأيام بده يصير في حل سياسي، لأنه حسم عسكري ما في. الحل السياسي بده يجي عن طريق تفاهمين، تفاهم روسي أمريكي في بدايته وتفاهم أمريكي إيراني. وأنا بعتقد أنه التفاهم الإيراني الأمريكي بالنسبة للموضوع السوري هو أهم، لأنه حتى لو رفضت روسيا أو لم تكن شريكا في هذا التفاهم بيقدروا يوقفوا الحل الوضع السوري الحرب ويلاقوا حل، بينما العكس ليس صحيحا. يعني إذا روسيا اتفقت مع أمريكا بعتقد إيران تستطيع أن تستمر بدعم النظام والخربطة بتضل ماشي. هلأ جنيف الأول وجنيف 2، يعني أهمية جنيف 2 الأول أهميته واضحة، يعني البيان اللي طلع رسم خريطة الطريق. هاي خريطة الطريق ما فيها النظام السوري القديم ولا فيها الرئيس بشار الأسد، شو من حكى من هاي في حكومة انتقالية، في حكم إدارة انتقالية لها سلطة على العسكر والحكومة والمؤسسات كلها، وبالتالي هيدا هو إطار الحل. ولكن نحن ممكن نحتاج 10 جنيفات، يعني نحن بعدنا مش هون. قبل ما ينتهي الموضوع الإيراني الأمريكي النووي بعدين بينتقلوا على الموضوع السوري وموضوع دور إيران الإقليمي، قبل ذلك المشكلة في سوريا سيستمر. هون في نظريتين، في ناس بيقولوا أنه
التفاوض الإيراني الأمريكي سيكون على البارد، يعني بروق الموضوع بسوريا، ما بتنحل بس بتروق، بروق الموضوع يعني بلبنان، يعني خطوط تماس مثل ما كان يصير بلبنان. أنا برأيي لا، هاي المعركة رح تكون على الحامي، لأنه الإيراني بهاي المعركة مثل ما قلت لك، يعني مش أنا ما عم استهدف الإيرانيين، أنا عم بحكي بشكل كتير موضوعي. الإيراني خسر مشروعه، مشروع طهران بغداد دمشق بيروت غزة، راحت منه غزة، تمزقت ورقة الشام، ما بقى في لبنان، يعني حزب الله سيتأثر ضعفا يعني بسبب يعني الموضوع الهلال السوري. الشيعي انكسر، انكسر هذا الهلال. هلا شو بتسميه إيراني شيعي يصطفلوا يسموه هلال شيعي، يعني هيك سمال الملك الأردني، هذا هلال انكسر. أنا برأيي الخوف سيبقى على العراق، لأنه مدى حيوي لإيران، ولذلك إيران بكل قوتها ستستميت في دعم النظام السوري، وربما في رعاية أو في المساهمة مع اللي ضده أيضا في تحمية الوضع اللبناني، حتى توصل الأمريكاني إلى شوية تنازلات بمواضيع تتعلق بدور الإقليمي. والأمر نفسه ستقوم به المملكة العربية السعودية والأمريكان الفريق الآخر. لذلك يعني لما بتطلع أنا بالشيء اللي عم يصير بلبنان من حكومات وكذا ونفط وتنقيب ومؤتمر تأسيسي وكذا، يعني أنا برأيي إنه اللبنانيين يجب أن يكونوا واعيين لدرجة يعرفوا حقيقة هني وين، وين رايحين، شو عم يصير بالمنطقة، كيف هني فايتين كلهم مع هذه المحاور الإقليمية، وهني بيقدروا يخففوا الضرر. أستاذ فؤاد، كمان انطلاقا من الملف السوري، هل عندك خشية من تقسيم سوريا؟ البعض بيقولوا أنه هذه المعارك حتى خطوط التماس يلي عم ترتسم، وحتى أنه إذا بدك فرز بين المناطق، يمكن أن يكون الهدف والمؤامرة هو الوصول إلى نوع من أنواع التقسيم لسوريا، هل عندك خشية على هذا الصعيد؟ يلي عم نشوفه اليوم باليمن، وعملية أنه فيدرالية 6 مناطق باليمن ما بمنه مؤشر إيجابي على المنطقة فيها. نحكى بسوريا من الأيام الأتراك على أساس أنه 5 أقاليم تعتبر فيها، أنه عندك منطقة كردية، منطقة درزية، والمناطق السنة الموجودة ومنطقة فيها علوية ومناطق. اليوم الجو بشكل عام إذا بناخد لنموذج الاتحاد الأوروبي الإيو، هذا نموذج بدنا نشوفه أكثر وأكثر سوف يطبق. يعني عملية الانقسامات بجو اليوم التطرف الموجود، ما عندك مصلحة تقسم أكثر، لأنك عم تعطي قطع من هالدول هيدي للتطرف الموجود فيها. اليوم لسوء الحظ التطرف اللي عم نشوفه منه مبني بس على منطقة وحدة أو على مدينة وحدة، لأنه شفناها عم تتنقل. يعني الأرقام اللي سمعناها بسوريا، سمعنا من 11,000 مقاتل أجنبي لفوق 100,000 مقاتل أجنبي. أي واحد صح ما بعرف، بس أنه بمعزل، وأي مقاتلين أجانب، عندك عدة مقاتلين يعني. بس الشيء اللي بيخوفني أنا أنه في كتير من هالأشخاص المقاتلين عم يجوا مع عيالهم، يعني اللي عم يترك شيشان، اللي عم يترك أفغانستان وداغستان، منه جاي، لأنه هول بيعتبروها مثل عملية الفتح الإسلامي. يعني بتجيب أنت عائلتك وتستقر بهالمناطق هون. وأنا خوفي أنه ضمن الاتفاق اللي قال عليه الأستاذ سركيس، أنه إذا صار في تسوية سياسية لح يضلوا في عندك هالمقاتلين يلي مش كلياتهم لهم محل بسوريا. إذا صار في تسوية، يعني إذا اليوم العراق قرر مع إيران يسكر الحدود، الأتراك ما في شك أخذوا القرار بتسكير الحدود، الأردن بالأساس مسكر الحدود، المنطقة الوحيدة يلي حيكون فيها أخذوا عطا هي لبنان. يعني هالمنطقة القلمون مع عرسال من جهتنا، نحن عم نحكي 50 كيلومتر، هالمساحات هيدي لح تكون هو هالفلتر يلي حيفوت ويجي فيها. لكن المرحلة القادمة بالنسبة لسوريا، إذا صار في تسوية سياسية، نحن بلبنان طول عم نقول منطقة الهرمل ما تابع على سيطرة الدولة، والأجوات عكار بالداخل ما تابع. لكن اليوم يلي عم يصير بسوريا، إن كان نطلع على منطقة القامشلي ولا المناطق درعا على حدود الأردنية، بجوز ما تكون بالأساس تحت السيطرة النظام. بس هل يا ترى نحن من مصلحتنا أنه نموذج اليمن يلي تم الاتفاق عليه يطبق بغير مناطق؟ أنا بخاف على لبنان، لأنه بالأساس القسمة بين المسيحي والمسلم، بين السنة والشيعة، صفت بجزرة لدرجة أنه بصفي فيه الناس عم يفكروا بعملية الكونفدرالية بالبلد. هون تمنياتنا أنه ما نوصل لهالموضوع، ومثل ما قال سركيس،
إذا ما في صار في صحوة لبنانية إنه التقسيم إنه عملية إعادة ترسيم المنطقة حاصل إذا ما نحن بالآخر قررنا ما هو شكل لبنان يلي بدنا نقعد فيه على الطاولة لسوء الحظ مثل كل مرة نبلغ بالقرارات الإقليمية ونحن بالآخر مضطرين بالآخر ننفذها. بالنسبة للموضوع يعني الفيدرالية وإن كان الانتقال، يعني البعض عم بيقولوا إنه ما حصل في العراق قد يمتد إلى سوريا وصولا إلى لبنان، وهون يمكن في كمان تعبير شهير لرئيس الراحل كمي شمعون وقت مرة سألوه إنه هل يقسم لبنان خلال عز الحرب اللبنانية، قال لهم خلي عينيكم على العراق. اليوم بشكل أو بآخر في نوع من أنواع الفدرالة في العراق، هل يمكن أن ينتقل هذا الأمر إلى سوريا وصولا إلى لبنان؟ أنا مع احترامي للرئيس شمعون الله يرحمه، أنا بقول مش إذا قسم العراق يتقسم لبنان. نعم، علما أنه برأيي صعب يتقسم لبنان. إذا تقسمت سوريا يتقسم لبنان. بسوريا في تقسيم دي فاكتو واقعي، مناطق رح تفرضوا الظروف الأقاليم، يعني الأقاليم. الصراع إذا وصل الأمريكي والإيراني إلى تفاهم ممكن تبقى سوريا واحدة ولكن بصيغة أخرى فيها لا مركزية أكثر، يعني كمان في أكراد ويعني بتلاقى صيغة. أما إذا اختلفوا فالإيرانيين بيروحوا إلى حد، والروس إلى حد دعم الرئيس بشار الأسد والنظام السوري بحيث يساعدوه في تأسيس سلطة على بقعة جغرافية من سوريا قد تكون نواة بالمستقبل لإقليم لكانتون لدويلة أو شيء. هذا أمر، وأنا يعني بعرف كتير ناس من اللي بيتعاطوا مع بالقضايا الإقليمية بإطار الدفاع أنه نحن هلأ عم نشوف إيران عم تربح. لما بتسألوا أنه كيف إيران عم تربح بتقلك إيه، إيران بكرة بدها تجمع الأقليات في المنطقة أنه مشروع الإيراني لم ينتهي. هذا اللي قال لك الشخصية العراقية كتبته بعد المشروع الإيراني لم ينتهي. شو لم ينتهي؟ بيقول لك إيران ستجمع الأقليات وستجمع الليبراليين. يعني هذا مشروع شو؟ هذا مشروع تقسيم، لأنه الليبراليين عدوا، أنا من اللي بعد حالي الليبرالي، ولكن جماعة الليبراليين بالمنطقة العربية كلها ديش بيطلع عددهم؟ بيقدروا يعبوا كانتون مثلا وجمع السنة يعني أدب الأقليات. فمشان هيك يعني أنا بخاف إذا التفاهم ما حصل بين الأمريكان والإيرانيين وبالتالي الروس إنه نحن نوصل إلى مرحلة تقسيمات صعبة كتير. المشكلة وين؟ إنه النموذج اليمني هلأ عم ينحكى ست أقاليم، نحن قاعدين بعاد عن اليمن ما بنعرف شو اليمن. التقينا بالمؤتمر اللي كان بالسعودية بشخص يمني، شخص معروف ومرموق بيكتب من عائلة سياسية مهمة من زمان في إقليم، يعني معمول ست أقاليم بدون معايير علمية لتقسيم الأقاليم، مقسمين ست أقاليم يعني أصمع الخريطة من دون ما أنك تاخد مش بس على الخريطة، لهدف سياسي أحيانا مثلا المنطقة اللي المنطقة اللي مثل الدوائر الانتخابية عندنا. نعم يعني المنطقة في منطقة ما فيها مي مثلا، في منطقة ما فيها موارد، في منطقة فيها 8 ملايين، في منطقة فيها مليون، طيب شو المعايير التي اعتمدت من أجل هالأمر؟ مشان هيك اللي عم بيصير هلأ باليمن هيدا ليس حلا، هيدا تهيئة يمكن لحلول كله ويمكن يصير بدول أخرى ما يجري في اليمن. لذلك بدنا ننطر النظام الإقليمي الجديد، هذا بياخد وقت سنوات لحتى يحصل. ومثل ما من الأول أنا بقول من أول ما بلشت سايكس بيكو راح ما في سايكس بيكو جديد إن بيقعدوا بيرسموا على الورق. نحن في مرحلة بين نظامين، بين نظامين، الدم والدمار هو الذي سيرسم ولكن من دون أن يحدد، لأنه بدها تجي القوى الكبرى الإقليمية والدولية هي بترجع ترسم ما يحصل بالنسبة إلى الدماء والدمار. رح نرجع نتابع موضوع خريطة
الشرق الأوسط الجديد بالنسبة إلى كل التطورات التي تحصل في المنطقة، وإنما بعد فصل إعلاني أخير. سيد فؤاد، بدنا نوصل بالواقع الإقليمي إلى مصر وما يحصل في مصر. هل برأيك انطلاقا من التطورات المصرية اللي عم تحصل إنه مستقبل مصر هو بيد المشير السيسي؟ الاستقبال اللي عمله الرئيس بوتين للمشير السيسي بعتقد واضحة كانت عمليتها، لهذه في أول اعتراف دولي بشرعية الترشح لرئيس الجمهورية. اليوم سمعنا اليوم كان في نوع من الاعتراض على القائم بالأعمال بالإسكندرية لما عمل بيانه أنه بيقول أنه التعاطي مع الأخوة المسلمين هني التعاطي مع الكل، بس بنفس الوقت الاتحاد الأوروبي بيقول يجب وقف عملية الإرهاب وعملية، طيب ما هو في عندك صفة تناقض بهالموضوع فيها. بعتقد مثل ما ابتدت الجلسة عم نقول أنه اليوم بمصر هناك مؤسسة عسكرية فيها تحمي الدولة. بالفراغ اللي مرقنا فيه نحن المشكلة اللي شفناها انه الغرب لم يتعاطى بالحركة الشعبية اللي صارت بمصر من 3 سنين بالشكل الطبيعي. اليوم عندك الجماعة الإسلامية 86 سنة كانوا حركة غير رسمية، خلينا نقول فجأة بدنا ناخذها من هنيك نسلمها الحكم بلا ما يكون في عندنا لا ثقافة الحكم ولا بالآخر الدعم لعملية الاضطرار. المشكلة مع الأخوة المسلمين اعتبروا انه هذه ثورة وسموها ثورة لعملية التغيير. بمصر ما في ثورات، في عندك نظام عسكري وفي عندك نظام سياسي، فيك تقوم أنت بتغيير النظام السياسي بس ما فيك تستعدي النظام العسكري، وتبرهن بالأدلة بالواقع أنه قادرين النظام العسكري يسيطر على الوضع. الخطأ يلي صار بهاللوبي يلي صار الضغط لعملية إضعاف مصر بدعم الأخوة المسلمين يلي صارت فيها أنه هاللوبي بأمريكا ضغط على الكونغرس تعيد النظر بعملية الدعم، بس في دعم الإخوان المسلمين دعم مصر بالنسبة للدعم المالي. نحن بنعرف أنه الدعم المالي لمصر جاء لأنه وقعوا اتفاق كام ديفيد. طيب يا أنه في اتفاق كام ديفيد بنحافظ عليه وتحافظ مصر على هالاتفاق بما معنى اتفاق أمن إسرائيل، يا أنه عم تعيد النظر. وإذا منلاحظ بفترة الإخوان المسلمين صار في كلام كتير أنه يجب إعادة النظر بالنسبة لاتفاق كام ديفيد. اليوم أنا بعتقد بالمثل ما رايح الأمور، وشفناها بمحاكمة الرئيس مرسي من يومين ما كان بقى في حدا عم يتظاهر، يعني هالحالة تحولت إيه بس لسوء الحظ تحولت من حالة شعبية لحالة سرية يلي عم نشوف فيها عملية العمل الإرهابي. أنا بعتقد مصر يجب أن تعيد المعادلة يلي كانت موجودة مع جمال عبد الناصر، وبعتقد السيسي في يلعب هالدور. وين الضعف اليوم بالحكومة المصرية؟ انه بعد من هالحركات الليبراليه يعني عمليه حمادين ولا عمليه البرادعي نص الحكومه اليوم الموجوده هي من هالتيارين، لكن بتحس في هول رغبه انها تتعاطى مع الغرب اوكي يلي بطريقه غير مباشره عم تحمي الاخوان المسلمين. بقى لازم تصير الانتخابات انا بعتقد، واذا صارت الانتخابات وطلع السيسي وتعمل معها بعد انتخابات ساعتها فينا نشوف مصر رايحه بالاتجاه الصح. الامارات ما عندها خيار بموقفها من الإخوة المسلمين إلا أنها تدعم مصر. السعودية ما عندها خيار إلا أنها تدعم مصر. المشكلة هي تركيا. تركيا مرأة بهالمطرة والسنديانة، من جهة بده يدعم الإخوة المسلمين بس بنفس الوقت شايفين التضارب مع مصر مش عندهم مصلحة. وقطر فيها. قطر أنا بعتقد يلي حسيته بآخر زيارة عملت لهونيك الخطوط العريضة واضحة أنه ما في اختلاف مع السعودية بالخطوط العريضة، بس بعملية الكلام يلي بتشوفه في عملية إعادة تموضع. وبعتقد الزيارة اليوم كان في زيارة لنائب وزير خارجية إيران مع وزير خارجية قطر عم ينحكى على عملية تطوير ساوث بارس يعني المخزون يلي موجود بالبحر. طيب هيدا يتعارض مع موقف مجلس التعاون. قطر أنا بعتقد عم تحاول أن توصل لعملية تسوية، وهون بعتقد عم يستعملوا العلاقة مع عمان جلالة السلطان قابوس بعملية التعاطي. وما تستغرب مثل ما صار في بمسقط التقارب الأمريكي الإيراني بمسقط يكون هناك محاولة للتقارب الإيراني السعودي بمسقط تحضيرا لزيارة أوباما بآخر شهر 4. ما دام عم يحكي عن السعودية وأنت جاي من المملكة العربية السعودية كتير كلام
وفي الأوساط السياسية وفي بعض التحليلات أنه وكأنه المملكة اليوم تعيش نوع من أنواع القلق انطلاقا من بدايات التفاهم الغربي الإيراني، هل صحيح الانطباع هيدا؟ هلا في يعني حتى أنت موجود بلبنان تعرف من خلال الاتصالات ومن خلال المواقف السياسية السعودية أنه في نوع من القلق وأكثر من القلق صار في نوع من الغضب على الموقف الأمريكي لما بدأوا الحوار مع الإيرانيين وتحت وصار في بخاصة سلطنة عمان وصار في كتير أمور يعني سلطنة عمان أخذت موقف واضح بهالأمر وهي سهلت أول شيء الاتصالات الأولية بنفس الوقت زيارة الأمير بندر يعني كلها كانت إشارات عن غضب سعودي طيب المملكة العربية السعودية حست أنه في خطر يعني الخطر الإيراني بالنهاية على العراق على الخليج في خطر عليها وبالتالي هذه لإيران الدولة الجدية يلي عملت مؤسسات وعملت قوة عسكرية وعملت بنى تحتية رغم تعرضها لحصار ولحرب قبل ذلك هذه بتصير إذا بتتفق مع أمريكا شو بصير فينا نحن كلنا كمنطقة ولكن في شيء ثاني بيخلي هذا خلى السعوديين ياخذوا قرار لأول مرة بتاريخهم أو يمكن ثاني مرة أول مرة واجهوا عبد الناصر باليمن ولكن بشكل غير مباشر هالمرة عم بيواجهوا أخذوا قرار المواجهة المباشرة مع إيران في كل المنطقة وأخذوا قرار هذا أخطر من الأول قرار بإسقاط نظام أنه هذا النظام السوري صار في ثورة عليه نحن مع إسقاط النظام وبعده مصرين على هذا الأمر طبعا بينطلقوا من قصص لها علاقه بمقتل الرئيس حريري باجتماع حصل مع بين الملك عبد الله والرئيس بشار الاسد وصار في انقلاب الرئيس الاسد على الاتفاق كل هذه الامور ولكن بنفس الوقت عند السعوديين بعتقد في نوع من الراحه وبعتقد انا ما لازم يكون في هلع القلق مشروع اما الهلع فغير مشروع برايي انا وهذا يعني كان في جمعة فيها شيء 200-300 شخص وسئلت عن رأيي علنا في هذا الموضوع وقلته يعني أنه لا داعي للهلع سألوا ليش لا داعي للهلع قلت لهم بالنهاية المملكة العربية السعودية هي دولة سنية وهي هلأ قطب في العالم العربي وفي العالم السني في الحرمين الشريفين في 1.2 مليار سني في العالم كلهم بيكرهوا أمريكا الإرهاب السني ليس إرهاب دولي يعني السعودية ليست راعية رسميا للإرهاب مثل ما إيران راعية للإرهاب الشيعي تعمل تفاهم مع إيران فيك توقف الإرهاب الشيعي والعشرة بالمئة من الإرهاب السني الذي تديره إيران بس إذا عملت اتفاق مع أندونيسيا أو مع السعودية ما فيك توقف الإرهاب القاعدي لأنه مثل الفطر خلايا خلايا لذلك أمريكا لا تستطيع أن تتحالف مع إيران ونقطع السطر تتحالف مع إيران بيصير في تفاهم بتصير إيران جزء من الحرب على الإرهاب هذا ولكن بنفس الوقت مضطرة ما فيها تحط أمريكا بظهرها 1.2 مليار سني في العالم ولذلك مضطرة أن تحمي السعودية وأن تتحالف مع السعودية وأن تعطي دور للسعودية وباكستان وإندونيسيا وكل هذه الدول ولذلك هذا الأمر الخوف ليس في محله شغلة تانية يعني معقول ما يكون الخوف انطلاقا من التركيبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية أنه خوف من المستقبل الآتي لا هذا خوف من المستقبل الآتي كل الأنظمة بتشعر فيه سواء كان في يعني إيران على حدود أو غير شيء ولكن هن الخوف اللي أثر فيهم أكثر شيء إيران بلشت بتصدير الثورة بال79 بعدين صارت الحرب العراقية الإيرانية رجعنا بعدين لما صار إيران دولة نووية وبدأ المشروع الهلال اللي سماه هلال شيعي الملك عبد الله الثاني أكيد شعرت بالخطر المملكة العربية السعودية ولذلك بدأ هذا القلق في مصدر ثاني يعني بخوفوا فيه البروباغندا الإيرانية والروس وكل الناس اللي المعادين للمملكة بخوفوها فيه إنه أمريكا ستكتفي نفطيا بوقت قريب أو اكتفت نفطيا وفي النفط الصخري بعدين وبالتالي ستترك الشرق الأوسط ورايحة على الباسيفيك المحيط الهادي الصين واليابان هذا صحيح ولكن تفسيره غلط إذا رايحة أمريكا على الصين لتحضر كيف بدها تواجه الصعود الصيني والصين هي من أكبر مستهلكي نفط الشرق الأوسط هل تترك نفط الشرق الأوسط هيك بهدوء وببساطة كلية ومجانا للصين؟
بالعكس. ولذلك أنا بعتقد الأمريكان قالوا للسعوديين أنه هذا كلام كلام إعلامي معروف في أهدافه، نحن لن أساطيلنا ستبقى في المنطقة الشرق الأوسط وفي الخليج، قواعدنا حيث هي موجودة حتكون وحواليكم ستبقى، عسكرنا ما رح ينسحب، دورنا مستمر وما حدا يخاف بهذا الموضوع. طيب انطلاقا من هون استاذ فؤاد، ما هي أهمية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية؟ البعض بيعتبروها أنه مفصلية على صعيد تحديد الخيارات والاستراتيجيات في المنطقة. مثل ما بنعرف في هلا الاجتماع تبع البي 5 بلس 1 بده يصير فيها، يلي أنا لحديت هلا كل شيء عم نسمعه من الغرب وخاصة من الأمريكان أنه عم ينفذ الاتفاق يلي تم الاتفاق عليه. هلا آخرتها الإيراني بيقول لك بدي 6 أشهر بعد جايين، بس أدار رح يكون مفصلي أساسي بهالمواضيع. اليوم يلي بس تأكد على قاله أستاذ سركيس، وزير الدفاع الأمريكي بلقاء بواشنطن من أسبوعين أكد نفس الكلام، عم يقول أنا ما بعرف ليه الدول العربية عطلاني هم. أول شيء قواعدنا بالإمارات ولا بالبحرين ولا بقطر ولا ارتباطنا بالسعودية ولا أسطول اللي موجود ما رح يتغير. إذا اليوم هالبلاد العربية مقتنعة أنه نحن حامين أمن الخليج بهالوجود ضمن الخلاف مع إيران، لكن إذا صار في تسوية مع إيران لازم هيدا تريح المنطقة بهالموجود. بعدين اليوم الأمريكان عم يجربوا يتعاطوا مع كل الجيوش وحلفائهم بتقوية الجيوش على أرضها، يعني بيعطون هن الغطاء الاستراتيجي وعملية اللوجيستيكس، بس انه هن بدهم اياهم يكون فيها. من هون انا بعتقد السعودية عندها امكانية تترجع تعيد النظر بكل هالمواضيع، واذا كانت هاللقاءات اللي عم تصير بعمان ما بين السعودية وايران تفتح الطريق لحتى يجي اوباما ويبارك نوع من الحصول. لا مثل ما قال سركيس ما في نية اليوم، لأنه اليوم طالما نحن بنعرف بلبنان لما سنة 92 صف اقتصادنا عم يمع 10%، نسينا قصة مسلم مسيحي وسني وشيعي. اليوم بالصين هالمليار و300 350 مليون في نمو اقتصادي بين 7 و8%، نسيوا أنه هن نظام شيوعي، نسموا أنه بالآخر ما في حريات كله فيها. إذا فيك تنزل نمو الاقتصاد الصيني لل4%، المشاكل الاجتماعية رح ترجع تطلع. من هون اللي قاله سركيس كتير مهم، مزبوط اليوم أمريكا عندها 23.5 برميل بالنهار تقريبا إنتاج نفطي، وفيها تصدر 25% من إنتاج الغاز، بس بالنتيجة هيدا لاستهلاكها هي. يلي بهم اليوم الاقتصادين الكبار هني أمريكا والصين، وإذا كفت الصين بمليون و300 مليون هون عندك 300 مليون عملية وقت. لكن اليوم أهمية منطقة الخليج يمكن ما تكون لاستهلاك أمريكا، بس أكيد كارت استراتيجي أساسي لعملية ضبط النمو بالصين. سركيس تنختم معك، يعني لقائنا كان عندك سلسلة مقالات عن الوضع بالعراق انطلاقا من زيارة قمت بها إلى العراق، أي صورة كونت لمستقبل العراق وحتى لمستقبل المنطقة انطلاقا من بغداد؟ هاي تاني مرة بروح على العراق. في لاحظت شغلة مثلا دغري بس تشوفها بتعرف أنه العراق دولة غير مستقرة وغير معروفة المستقبل. من شو؟ لما بتشوف المنطقة الخضراء، وهيدي أنا بنزل فيها بروح هونيك، يعني لأنه ببقى بكون مدعو، ما بنزل بالأوتيل لأنه ما بتعرف يعني شو ممكن يصير، أخطار أمنية. لما بتشوف بهاي المنطقة قاعدين فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والإدارات المهمة وحواليها في إدارات تانية، بس والشخصيات كلها محصنة، كلها قاعدة بهذا البلوك كبير، مساحته كبيرة ولكن محصن وخارج، بتقول إنه طيب إذا هيدي الدولة ما قادرة تحمي حالها فمعناتها إنه هيدي الدولة ما عندها سلطة فعلية. على الملاحظة الثانية إنه في معركة بالأنبار، في الفلوجة، في الرمادي، مثلنا بلبنان تماما، تستعمل هذه المعركة لأسباب انتخابية ولأهداف انتخابية. الجيش العراقي في 1,250,000 وفي ناس بيقولوا 1.5 مليون، تسمع من العراقيين وبيحكوا بألم
انه تسال هل سيستطيع ان يحسم الموضوع في الفلوجه مثلا؟ بيقول لك لا يستطيع. لانه لا في تدريب مزبوط، لا في سلاح مزبوط، لا في امره مزبوطه، ما في بنيه عسكريه حقيقيه. بترجع بتجي بتقول طيب بسياق الحديث يعني بينسوا انك انت منك عراقي، فبصيروا زدتوا كلام انه هلا الانبار يمكن بكره بمحل ثاني. فالصحافي بيلقط فالسؤال انه محل ثاني وين يعني محل ثاني؟ بيقولوا لك الموصل. يعني هذا امر ممكن يتكرر بغير محلات. ترجع انه انا نهار اللي رحت وصلت على بغداد قبل النهار قصف المطار، احترق طيارتين. طبعا قالوا قصف المطار بس ما حدا قال احترق طيارتين. نحن وجايين من المطار سألنا بعدين عن هذا الموضوع، قال ايه ما تتفاجئوا اذا صار المطار يقصف اكثر وتمددت الاضطرابات الى غرب بغداد. ليش الى غرب بغداد؟ لانه غرب بغداد هو خلينا نقول في كثره سنيه وفي بيئه حاضنه او جو متعاطف لل يعني هذا امر. اذا وسمعنا نحن امبارح من يومين انه بلشت الامور تقرب على بغداد، معناتها وضع غير مستقر تماما. تطلع طبعا بتشوف العراقيين مدينه فيها 8 ملايين نسمه ومدينه كبيره، احيانا بيصير انفجار بمحل بيروح 15 قتيل او 10 انفجارات بمحلات ثانيه، الحياه طبيعيه والحياه تستمر. فبالنهايه بكفوا بشيلوا القتلى والجرحى. يعني تنقص انه بالنتيجه العراق كان العراق تقاسم نفوذ ايضا ساحه تقسيم واقعي. اكيد ما راح يرجع موحد مركزيا. احتمال التقسيم الرسمي قائم، احتمال نشوء ما يسمى القوميات المذهبيه والاثنيه كمان قائم. الفيدرالية موجودة ولكن بعد ما ولكن هي الحل الوحيد الذي قد يحفظ وحدة العراق في المستقبل. هذا اللي بخوفنا انه اذا تمددت من العراق لسوريا. لا اذا كانت الفيدرالية كمان طريق الى الوحدة، هي يعني انه في فيدراليتين اذا امكن القول، اما ان تكون طريق الى التقسيم او تكون طريق الى الوحدة. بس بدي اختم معك بمقال اليوم كتبه رئيس تحرير جريدة الحياة استاذ غسان شربي، بيقول فيها نقلا عن سياسي عربي قال له انظر الى الخريطة، الدول تتآكل والجيوش غارقة في الدم، يعني الجيوش العربية، وإسرائيل في أفضل أحوالها تحقق انتصارات من دون أي تكاليف. شو رأيك بهذا الأمر؟ وهل تعتبر أنه كل ما يحصل اليوم في الإقليم يعني في الشرق العربي يصب في مصلحة طبعاً. إسرائيل وكأنه عم بتخوض حرب من دون ما تدفع أي تكاليف؟ طبعا 100%. وفوقه يلي عم نشوف اليوم تحرك الوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لفرض معادلة سلام بالمنطقة. بالوقت اللي عم يتحرك جون كيري لإعادة ما هو تم الاتفاق عليه على أيام كلينتون لما عملت بطابة، اليوم إذا بنطلع فيها هي نفس المعادلة الموجودة. الفرق أنه بهداك الوقت كان في بعد نوع من الوحدة العربية اللي فيها تدعم القضية الفلسطينية، واليوم بالنتيجة ما في هناك، كلنا متفكفكين. اليوم يلي عم يصير فيها هي فرض واقع، بس من سنة 98 لليوم صار في وجود مكثف للمستوطنات حتى بالضفه الغربيه اللي عم ينحرك ب 750 لمليون شخص. ليس لن يكون هناك اي رئيس وزاره باسرائيل يمكن ان يفكفك هالمستوطنات. لكن انت رح تصفي الثمن تبع تفكك المنطقه، غير انه بالاخر المصالح الداخليه في عمليه فرض على موضوع السلام الفلسطيني وانهاء القضيه. هلا انهاء القضيه ما يعني انه ما بقى في دوله فلسطين، بس في كيان فلسطيني يلي ما بعرف اذا نحن العالم العربي فينا نحمله. رئيس حزب الحوار الوطني الاستاذ فؤاد مخزومي والصحفي الاستاذ سركيس نعوم، بدي اتشكركم على هذا اللقاء، ايضا بتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقه بموضوعيه. اللقاء يتجدد الاثنين المقبل، تصبحون على الف خير.